يا دي النور يا دي النور. اهلا يا بنتي، الله يسلمك. ازاي صحتك؟ الحمد لله. ازاي طارق الاولاد؟ كويس الحمد لله. ده الاولاد هيفرحوا بيكي قوي لما يعرفوا ان انت ربنا يخليكي. كل سنه وانتم طيبين. انت بصحه وسلامه يا رب. اهلا اهلا اهلا. كل سنه وانت طيبه يا بنتي. كل سنة وانت طيبة يا بنتي. وانت طيب. السيدة منورة. منورة بأهلها يا حاج. ازيك يا جمال؟ ازيك يا عم، وحشني. انت اللي وحشني. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ والله يا بابا انا قلت انا وجمال نيجي نعيد معاكم ونفرح كلنا سوا. الحمد لله على السلامة. جمال انت باين عليك تعبان من السفر ولا ايه؟ تعبان بس يا عمي، ده انا هلكان من السفر، بقى لي يومين ما نمتش. سلامتك يا ابني. امال رأفت فين يا بابا؟ كل سنة وانت طيبين. طبعا حاج عبد الله. يا حاج عبد الله. عود الايام. كل سنة وانت طيبين. ربنا يحفظك يا حاج، ربنا يخليك لنا يا رب. كل سنة وانت طيب يا حاج. خد شوية كحك لعيالك وانت مروح. ربنا يحفظك يا حاج، ربنا يخليك. كل سنة وانت طيب يا رافع. انت طيب يا حاج. يا مولانا مش هترضي عني بقى وتمد ايدك تاخد العيدية؟ ما تطمعش يا ابراهيم، قعدتك وقعدناها، اكلك وكلنا منه، لكن صدقة احنا ما بناخدش صدقة من حد. العاطي هو الله. طب خليك قاعد معانا. الرزاق هو الله. هاتها جمايل وعد للمايل، هاتها جمايل وعد للمايل. قول لي يا رأفت المستشفى عامله ايه؟ كل حاجه ماشيه تمام يا حاج، مفيش حد من اهل الحته بيروح لدكاتره بره، كلهم بيروحوا لدكاتره مستشفى الطيب. هو كله من خيرك يا حاج. طيب يا سيدي، ولقيتوا الفلاتر بتاعت غسيل الكلى؟ لقيناها يا حاج من كذا يوم. طيب كويس. بقى بطل لعبة عشان هدومك ما توسخش. جهزي لي ابراهيم بسرعة. حاضر. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. ممكن تقوم بقى بسرعة تغير هدومك عشان ما يتأخرش. انت مستعجلة ليه؟ ما لسه بدري. هو ايه اللي لسه بدري؟ ما تقوم يا صبي تشيلها عشان تغير هدومك. لما افطر الأول. انت لسه هتفطر؟ طب ما احنا هنفطر هناك. هو انت لازم تكوني هناك أول واحدة؟ ما تبطلي الحكاية دي بقى. المفروض دي حاجة تفرحك ما تزعلكش يا ثابت. يلا قوم بقى غير هدومك. ماشي يا ستي، بس ما تقوليش يلا يا ثابت تاني. حاضر حاضر حاضر. خليك يا رحمة، انا هفتح. اوكي. اهلا 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 اهلا. كل سنه وانت طيب يا جمال. انت بالصحه والسلامه يا حاج. كل سنه وانت طيب يا رحمه. حياتك طيب. والله انا قلت لابوكي ما طلعش دلوقتي، تلاقيهم نايمين ما ارتاحوش من امبارح. انا عارف ان انتوا ما نمتوش من امبارح. ابدا. اتفضل. جمال هو اللي ما نامش بقاله يومين. يا حرام ما نامش. اتفضل يا حاج. بس احسن خبر سمعته بقى ان انتوا مش مسافرين تاني. كفايه غربه بقى، بلدكم اولى بيكم. اعملوا مشروع هنا. عندك حق يا حاج، انا كنت دايما اقول كده لجمال واحنا مسافرين. ولو كنتوا عايزين اي حاجه انا موجود. ربنا يخليك لينا يا حاج. طيب معلش انا مش هقدر اقعد معاكم اكتر من كده، عشان فردوس مستنياني هي والعيال في البيت. سلمي عليهم كلهم وقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وخصوصا الحاجه لحد ما اشوفها. لا يا رحمه انا مش بوصل معايدات لحد. انت تقومي تتشطري كده انت وجوزك وتلبسوا وتحصلوني على البيت عشان تعيدي عليها بنفسك. يا رحمه مش هتريحي شويه ولا ايه؟ لا يا حبيبي انا مش تعبانه، انت اللي بقالك يومين ما نمتش. الظاهر ان انا ما وحشتكيش. يا حبيبي انت على طول وحشني. امتى بقى نروح شباب عشان نكون براحتنا؟ يعني شهر بالكتير، فاضل شويه فرش وستاير وبعدين ننقل. شهر ده كتير قوي. طب ليه ما نروحش شقتنا ونكمل كل حاجه بعد كده؟ لا انا عاوز ادخل الشقه وهي كامله من كل حاجه. رحمه حبيبتي انت عارفه ان الامور دي حساسه بالنسبه لي، انا مش عايزه اتقل على عمي. على فكره انت دمك تقيل. انت عارف بابا بيحبك قد ايه وبيعتبرك زي رفض، ولا انت ما بتحبش البيت ده عشان انا مولوده فيه؟ هقوله انا بحب اي حاجه من ريحتك. ربنا يخليك لي يا حبيبي. انا هسيبك تريح نص ساعه، نص ساعه بس،
وهطلع اقعد مع بابا ورأفت، ارجع لقيك اخد دش ولابس هدومك عشان لو ما رحناش الحاج هيزعل مننا. حاضر. قلت ارجع بلدي يا بابا واقعد وسطكم. منوره بلدك ومشرفه اهلك يا بنتي. ربنا يخليك لي يا بابا. طمني على صحتك، عامل ايه؟ الحمد لله الصحه تمام، بس تحس كده يا بنتي ان مفيش حاجه جديده بتحصل. ليه يا بابا؟ انت ما بقتش بتنزل المحل؟ لا بنزل، بس خلاص الناس بطلت تشتري قماش، نادر قوي، ما حدش بيفصل ولا حد بيهادي للعواجيز اللي زينا، وفين كل كام يوم على بال ما يجي واحد يشتري له 3 4 متر. انت شكلك كده يا حاج زهقت من الشغلانة. لا زهقت ايه، احنا برضو من حين لاخر كده بنعمل بيعه حلوه لمصنع ولا ورشة ملابس، بتجيب لنا قرشين يظبطوا الأمور مع اللي بيجي من المحل. الحمد لله يا بابا. الحمد لله. وانت يا رأفت أخبار الدكتوراه ايه؟ لا والله لسه يا رحمة، المشرف بتاع الظاهر شايفني لسه صغير، عمال كل ما ادخل امتحان يسقطني فيه. كلمت بقوله انا دخلت الامتحان ده 3 مرات يا دكتور. قال لي ايه يعني؟ ما تدخله 10 مرات اهو تاخد خبرة. ليه بيعمل معاك كده؟ يعني هو بيعمل كده مع كل الدكاترة ولا انت بس؟ لا طبعا، مع اللي ما عندهمش واسطة زي حالاتي بس، لكن طبعا ولاد الأساتذة بينجحوا من أول مرة. بقولك ايه، ولا يهمك منه، طالما انت مجتهد وبتعمل اللي عليك هتاخد حقك غصب عنه. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ يا كل سنة طيب. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبة يا رحمة. وحشتك. وانت كمان وحشتني قوي قوي. السلام عليكم. كل سنة وانت طيبة. ازيك يا رحمة؟ وش يا اختي عايزة؟ ايه يا حبيبتي الغيبة الطويلة؟ وحشتيني. ازيك كل سنة وانت طيبة يا حاجة. يا سلام عليكم. وانت طيب. وانت حبيبي يا سلام. وانت شفتك كرسي اهلا. كل سنه وانت طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه. بصي بقى هداك لك احكي العيب، اوعي تقولي بعمل رجيم احسن هضربك. وحشتيني قوي يا رحمه، مع اني زعلانه منك بقالك شهرين ما كلمتنيش. وعشان انا ما اقدرش على زعلك خلاص قاعده لك هنا ومش مسافره تاني، ايه رايك بقى؟ بجد؟ اه والله. ايه الخبر الحلو ده؟ مبسوطه؟ وحشتيني قوي يا حاج، ازاي صحتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، وانت كمان وحشتيني قوي، انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. معلش سامحيني ما لحقتش افتح الشنط عشان اجيب الهدايا بتاعتك انت ومديحه، ده انا جايبه لها شويه لبس يجننوا، هيطلعوا روعه عليها. هو انت بتشتغلي بيه في الغربه بتصرفيه على الهدايا؟ امال هتحوشي لبكره ايه بقى؟ لا ما هي دي طالعه مسرفه وكريمه زي ابوها. ما تقلقوش، انا شايله شويه فلوس تحت البلاطه، بس الواحد برضو لازم يبر نفسه شويه، ولا ايه يا حاج؟ هي اخر وظيفه يا رحمه انت وصلت لها كانت ايه؟ بقيت مديره مستشفى يا حاج. يا سلام. المستشفى دي قد المستشفى بتاعتنا ولا اكبر ولا اصغر؟ يعني تقريبا قدها. طيب عال، عشان انا عاوزك بعد ما ترتاحي كام يوم تنزلي تشتغلي بقى وتمسكي المستشفى، لان اخوك رأفت عنده الدكتوراه ومشغول. انت تؤمر يا حاج من عينيا الاثنين. شايفه الاكسسوارات اللي رحمه لابساها؟ مش حلوه خالص. بصي يا حبيبتي، ما هو كل اللي بيسافروا بيرجعوا زيها كده، الفلوس ما بتبقاش فارقه معاهم، بس رحمه برضو بتفرق. تفرق في ايه؟ الحاجات دي رخيصه جدا بره. بقول لك ايه يا باكي، الحاجه مش بقيمتها، الحاجه بقيمه اللي لابساها. ورحمه بسم الله ما شاء الله زي القمر، كل حاجه بتليق عليها. خدي دي بقى من ايدي يا حاج. يا حبيبتي تسلم ايديكي. واحنا ملناش نصيب زي الحاجه ولا ايه؟ هو انت مش هتتغير ابدا؟ قوم كده يا حلو زي الشاطر، خف نفسك وخد اللي انت عايزه. ليه كده؟ والله عندك حق. معلش يا استاذ جمال ما تزعلش يعني ان احنا بنهزر مع رحمه، اصلنا بينا عشم كبير قوي. انا فاهم ما تقلقش، انتوا بالنسبه لي زي اخوات رحمه. مالك يا باكي؟ مفيش حاجة، تقريبا صداع. أنا هطلع فوق أستريح شوية. حلوة أوي البت رحمتي. احترم نفسك، دي بنت عمك عبد الله. وماله؟ هو عيب الواحد يقدر الجمال؟ آه
قومي يا مديحة هاتي لي الأظرف اللي محطوطين في درج المكتب الوسطاني. حاضر يا بابا. طب بعد إذنكم. أنت رايح فين؟ هطلع بس أشوف باكي، تأخرت لي يا بابا. بإذنك حاج. أهلا سيدي. يعني عليك يا بابا. أهلا يا جمال. باكي. باكي. يا باكي. أيوة يا ماجد. إيه في إيه، مال صوتك؟ لا أنا كويسة مفيش حاجة. اسبقني انت تحت وانا هاجي وراك. هو انت بقيت من كام سنة؟ ايش بس فضل يا بابا. شكرا يا قومي. شوفي لي ماجد ماله. حاضر. مالك يا حبيبي؟ مراتك فين؟ الحمام، شكلها تعبانه شوي. ايوه هي من ساعه ما جت شكلها دايق كده، مالها؟ معرفش. تكونش يا واد مراتك شايله؟ شايله ايه؟ المستشار ابراهيم ثابت ابراهيم الطيب. برافو. كبر ما شاء الله. يلا روح عند بابا. الدكتور حسن ثابت ابراهيم الطيب. برافو. ميرسي يا عمو، ربنا يخليك لينا. سنه وانتم طيبين يا حبيبي. خد انت وجوزك كمان ثابت وحرم. سنه وانتم طيبه بابا. انت طيب يا حبيبي. الاستاذ ماجد الطيب وحرمه. شلون طيب؟ انت طيب يا حبيبي. ومامته بقى مش وحرمه. حاضر من عينيا الاثنين. الآنسة مديحة ابراهيم الطيب. شكرا يا بابا، كل سنة وانت طيب. انت طيبة يا بابا. الأستاذة رحمة عبد الله. كل سنة وانت طيب يا حاج. الأستاذ جمال. ايوه يا حاج، بس احنا كبرنا على الحاجات دي. لا لا لا، انا ما حدش يقول لي لا على العيديه. الحاج متعود يدينا عيديه كل سنه يا جمال، ان شاء الله عاده ما تتقطعش يا حاج. 3000 جنيه زادوا 1000 على العيد اللي فات. حلو، وهي شهاده استثمار لكل ولد كمان ب 50000 جنيه. حلوه قوي الهديه دي، ربنا يخليك لنا يا عمو يا رب. طيب يا حاج انا استاذن بقى يا حاج. ليه ليه بدري كده؟ معلش بقى عشان نروح نشوف بابا ورقبه ونقعد معاهم شويه. كل سنه وانت طيب يا حاج. انت طيب يا جمال. انت طيب. كل سنه وانت طيب يا حاج. كل سنه وانت طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت طيب. معقول يا فاروق اللي بتعمله مع اخوكوا ده؟ مفيش حتى حمد لله على السلامة ولا كل سنة وانت طيب. ده احنا في عيد يا اخي، ليه كده؟ هو الواحد مننا ما بيخلاش من المشاكل يا رحمة. جايين من عند الدكتور ده، رايحين للدكتور دوت، ما حصلش حاجة لده كله. اصلك ما شفتوش في المطار كان عامل ازاي؟ وقف يا حرام يبص يمين وشمال وانقهر لما ملقاش حد فيكم مستنيه. كل واحد وله ظروفه يا رحمة، وحياة ابوك ما تبكتنيش. المهم يعني قوليلي، بعد حمد لله على السلامة والحاجات ديت، ايه المطلوب مني؟ انا مش بكلمك عشان محتاجين منك حاجة. الحمد لله احنا مش محتاجين حاجة من حد، بس انا كان عندي امل فيكو انكو حتى تطمنوا على اخوكو اللي في عز غربته وانشغاله، ما كانش بيعدي يومين لما يطمن عليكو. وعموما انا اسفة لازعاجك، متشكرة جدا، وكل سنة وانتو طيبين. بقى كده تضحك عليا وتقولي تعالي نقعد في المكتب، الاقيك عايز حاجه تانيه؟ بس بذمتك مش عجبتك؟ يخرب بيتك، انت بتعمل كده مع الزباين؟ لا الحلوين بس. طب قولي هتديني العربيه بكام؟ لا لا، لو في حاجه برضو تيجي كده
احنا الاول كده نتقابل 3-4 مرات وبعدين نبقى نتفق على السعر. طب وافرض ما شفتيش؟ يبقى انت الخسرانه. طب ما تجيبه بعدها اشوفك زي ما يعجبك. لا مش هينفع. ليه؟ ما احنا فيها. لا اصلا انا مشغول شويه كده وفي ناس منتظريني يعني. ويلا بقى عشان اقفل المعرض. هو انت بقى اللي بتفتح وبتقفل؟ لا في العطلات الرسميه بس. ايه الجنود دي؟ ايه رايكم في مديحه اخت جوزي؟ مديحه؟ معقول يا باكي؟ قولي لا يا خارجي. ما افتكرش ان سمير يوافق عليها. مش احسن ما نجوزه واحده لفه ودايره بالاصناف اللي حوالينا؟ طب وتفتكر لو هو وافق هم هيوافقوا علينا؟ وهم يطولوا يناسبوا عيله الدرامالي تاني؟ ده ماجد قاعد يلف ويدور وراه يا سنه علشان اوافق عليه. فعلا يا باكي كلامك مظبوط، بس هم حقيقي يعني تري ريتش، لكن اصلهم ولا حاجه. بس انا عارفه باباها بيحبها قد ايه. يا مامي دي مديحه دي هي اللي هتاخد الكريمه. قول لا سي بون. بس لو الواد سمير يوافق. ها بقى مين العروسه الجديده اللي جايبينها لي؟ مديحه بنت اونكل ابراهيم، ايه رايك فيها؟ مديحه؟ اه مديحه مالها؟ تقصدي البنت دي اللي هي بس تهتم بنفسها شويه وهتبقى ملكه جمال. ملكه جمال كده مره واحده؟ اوكي. وعموما انا مشفتهاش كتير وما قعدتش معاها تقريبا غير مره او مرتين، بس اشمعنى مديحه يعني؟ بقى بالذمه ده كلام؟ ده كلام تقوله يا اخي؟ يا اخي ده انت لو لفيت الدنيا مش هتلاقي واحده احسن منها. ليه بس يا بابا؟ ما انا حواليا بنات كتير. بالغنى ده يا سمسم؟ سيبيه سيبيه يا ابني، انت مش عارف مصلحتك. روح. هو انت فاكر يا استاذ سمير موضوع جوازك من مديحه ده موضوع سهل قوي كده؟ ليه يعني؟ كل ده عشان هي غنيه؟ باكي انا لما اتجوز واحده لازم اكون انا مقتنع بيها هي شخصيا، مش بفلوس باباها. وهو انت ليه متخيل ان انت مش هتقتنع بمديحه يا سمير؟ انا ما قلتش كده، كل اللي بقوله ان الناس بتتجوز لما بتعرف بعض وبتقتنع ببعض بس. هايل جدا، بسيطه يا حبيبي. انا هرتب لك ميعاد معاها عندي في البيت، شوفها وتعرف عليها وبعد كده يا سيدي بقول رايك. وانا متشكر جدا. سلام. شفت ابنك يا سامي؟ عمايله دي هتفرسني. ما هو برضه يا اخويا حبيبتي يعني من دلعك فيه. مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي يا رحش. كل سنه وانتم طيبين. اه طيبة. الهدايا دي عشان الولاد والمدام طبعا. شكرا حضرتك. شكرا ست الكل. العفو. معقوله الايام. ايه ده يا اخويا؟ هو انت نسيت الطلب اللي كنت طلبته منك؟ اه معلش يا فاروق، هجيبه لك من هنا، كل حاجه موجوده. طب مفيش قرصتين ثلاثه سجاير اجنبي لاخوك؟ سجاير واجنبي؟ انا بطلت السجاير يا فاروق. ايه الاخبار يا ممدوح؟ والله يا فندم الاخبار مش تمام، المحكمه حكمت في صالح ابراهيم الطيب. ازاي الكلام ده؟ والمستندات اللي اتقدمت في القضيه اللي بتثبت انه متهرب من الضرايب؟ والله يا ابراهيم الطيب قدم مستندات اقوى. معقول؟ حتى مش عارفين نقرص له ودنه؟ معلش يا فندم، الجهات اكتر من رايحات، وبرضه مش هيفلت مننا. المهم ان هو يكون معرفش ان احنا ورا القضيه دي. لا يا فندم، قضايا الضرايب يا اما المصلحه اللي بتبقى رافعاها يا اما بتبقى اوامر جايه من فوق. ويا ترى هو عارف كده كويس؟ يا فندم ابراهيم الطيب زي ما سعادتك قلت راجل مش سهل وعارف كل حاجه، والا ما كانش عارف يبني الامبراطوريه اللي هو بناها دي. انا بقول ناخده بالهداوه وبلاش نشد معاه، يمكن الهداوه تجيب معانا نتيجه. خلاص يا فندم، يبقى سعادتك تقعد معاه وتقابله وتتفاهموا. انا في الاول هكلمه بهدوء وافهمه انه من مصلحته انه يسمع كلامي ويعمل اللي انا عايزه، الكلام ده بالمتغطي. عظيم يا فندم. طيب حدد له ميعاد وخليه يجي يقابلني. حاضر يا فندم، تحب يجي يقابل سعادتك هنا ولا في المكتب؟ في المكتب عشان يحس بهيبه السلطه. كل ده كان بيحصل في المستشفى؟ وازاي انا ما خدتش بالي طول الوقت ده؟ بقول لك ايه؟ ما تزعلش نفسك، وبعدين بقى بصراحه صاحب بالين كذاب. انت بتحب شغلك ومركز فيه، لكن الاداره دي عايزه حد متفرغ. والله عندك حق يا رحمه. وبعدين ما تنساش انك بقالك فتره طويله قوي مركز في الدكتوراه. ايوه يا رحمه، بس اللي حصل في المستشفى ده انا المسؤول عنه. ما تقعدش بقى تلوم نفسك، انا لما امسك الاداره همشيهم لك زي الساعه، ما تحملش هم. انا مستغربه، الراجل فتح المستوصف عشان يساعد الناس في الخير، ودول عمالين يسرقوا في الغلابه. يا اهلا وسهلا. اهلا يا رحمه.
حضرتك يا حبيبتي. ازي صحتك؟ نورتيني الحمد لله يا بنتي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحاجه موجوده؟ ده انت نورتي طبعا الحاجه موجوده. امال ايه؟ يا الف مرحبا يا حبيبتي. ربنا يخليك. نورتي البيت. قولي لي يا حبيبتي تشربي ايه؟ لا ولا حاجه كتر خير. لا لازم تشربي، هعمل لك عصير ليمون. اهلا طيب. وسهلا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بالناس البكاشين الغايبين. يا اهلا يا حبيبتي. ده كلام؟ ازاي صحتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ ايه الغيبه الطويله دي كلها؟ معقوله من ساعه العيد ما شفتكيش وادي وش الضيف؟ ايه خلاص نسيتينا؟ فردوس ما بقتش في دماغك؟ لا والله يا حاجه، ده انت في قلبي، انت عارفه غلاوتك عندي قد ايه. ده كلام ولا بجد؟ لا طبعا بجد. شوف يا اختي البيت يا بكاشه، طب ده حتى انت الفتره الاخيره ما حاولتيش مره واحده تكلميني. يا بخيله، المره دي هفوتها لك، بس بعد كده لا ممكن ابدا. وحياه الغالين عندك وعندي ما منعني عنك غير الشديد القوي. انا بس في الفتره اللي فاتت دي كنت مشغوله شويه، كنت بقفل شغلي بقى وبسلم اوراقي عشان مش راجعه تاني. وكانت معامل كبيره يا جمال؟ كبيره قوي يا حاج، بجد سبقونا في السنين اللي ريحنا فيها، عملوا شغل كويس قوي. وانا عايزك بقى تلف على المعامل بتاعتنا وتعينها كويس وتعمل بيها تقرير، عشان انا عاوز اطورها، عاوزها تبقى احسن من المعامل اللي كنت شغال فيها. بس كده تأمرني يا حاج؟ دي مش صعبه خالص، بالعكس هتسهل الشغل كمان. شوف يا جمال، انا ممكن اوي اركب عربيه قديمه، لكن في الشغل احب اشتغل باحدث مكان. انا اعرف الشركات الاوروبيه اللي ممكن تورد لنا الاجهزه. هعمل لسعادتك دراسه جدوى تفصيليه واجيب لك 3 عروض من 3 شركات على اعلى مستوى، شامله الصيانه والتدريب كمان. انت فين يا جمال بدماغك الحلوه دي من زمان؟ بقى يا راجل تسيب مصر بلدك وتروح تشتغل بره؟ كنا هنعمل ايه بس يا حاج؟ ما حضرتك عارف كل حاجه. عارف يا ابني، تتعدل ان شاء الله. يا عبد الحميد، امرك يا حاج. عاوزك تجهز عربيه بسواق تاخد الاستاذ جمال تلففه على المصانع بتاعتنا عشان هيعاين المعامل هناك، وتديهم خبر انه جاي. تحت امرك فندم. اتفضل. بعد اذنك حاج. مع السلامه يا جمال. بقول لك ايه يا حاج؟ اه يا حبيبتي. مديحه ما شاء الله كبرت وبقت زي القمر، عايزين بقى نفرح بيها. انا مش عارفه ليه انت والحاج ناسين الموضوع ده. طب وهنعمل ايه بس يا رحمه؟ ولا حاجه، المثل بيقول اخطب لبنتك. يعني هنلف على الناس ونقول لهم عايزين عريس لبنتنا يا عالم؟ لا ما حدش قال كده، بس العرسان الكويسين مالين الدنيا، وبعدين هو في حد يطول يناسب بنت الحاج ابراهيم الطيب؟ انتي لابسه ده؟ يعني انتي مصممه تفضلي لابسه لبس الاولاد ده، جينز وتيشيرتات؟ كل ما سافر راجل ليكي نفسه لابسه اللبس. انتي كمان يا رحمه. انا كمان ايه؟ لا يا حبيبتي، لازم تحسي ان انتي بنوته وتلبسي حاجات دمها خفيف كده والوان مبهجه ومشرقه. ايه كل ده؟ كل ده ايه بس؟ بصي اللون ده روعه وموضه قوي، بصي عليكي وشك نور. مش عارفه انا، جينز جينز على طول. شفتي بقى اللون ده؟ يا سلام لو تلبسيه مع سكيرت كده زرقاء ولا سودا. طب جربي تلبسي حاجه من الحاجات دي، شوفي زمالك هيقول لك ايه. بطلي بقى كتير. لا مش كتير، يلا البسي طقم وتعالي فرجيني نازله اقعد مع الحاجه. يلا يا حبيبتي. العفو، مبروك عليكي. يلا مستنياكي تحت. اوكي. بقول لك ايه يا رحمه، ما تخلي اخوك الدكتور رأفت يشوف لك دكتور من الاساتذه الكبار يكشف عليك يا بنتي، وربنا سبحانه وتعالى بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ونعمه بالله يا حاج، بس لسه هقول لجمال تعالى نكشف ونعمل تحاليل ونقعد نستنى النتيجه ونعيش على امل. وماله يا حبيبتي، ما تقطعيش الامل. الطب دلوقتي بيتقدم وبيعالج حاجات كتير او ما كانش بيتعالج قبل كده، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. عندك حق، بس ساعات يا حاجه قطع حبال الامل بيكون اسهل كتير قوي
انك تفضلي تلفي حواليك لحد ما يخنقك. وبعدين معاك يا رحمه، انت جايه يا حبيبتي عشان نقعد سوا ونفرفش ونونس بعض، ولا جايه عشان تنكدي عليا؟ سامحيني يا حاجه، انت الوحيده اللي بفضفض معاها. فضفضي يا حبيبتي، فضفضي يا حاجه. انا بقالي 5 سنين متجوزه وربنا ما رزقنيش بطفل، خلاص فقدت الامل. اوعى تفقدي الامل، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الصبر. اصبري يا عبيطه، وياما في ستات كتير قعدوا بالعشرين سنة والآخر ربنا سبحانه وتعالى رزقهم. وأنا إن شاء الله عندي يقين بالله إن ربنا حيرزقك. ربنا يسمع منك يا حاج، إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبتي. عجبتك الدهانات؟ جميل. استنى أما أوريك الكنبة دي، أول حاجة اشتريتها ألوانها كانت عجباني قوي ما ترددتش فيها لحظة. الله الله يا رحمة، شفت؟ معقولة؟ انت وريتينا صور الحاجات دي واحنا هناك. انا عارفة ان انت بتحب الاحمر والاسود والابيض، فانا عملت لك البيت كله كده. انا ما تخيلتش انك ممكن تحقق لي في خيالك. شفت ايه رايك في السفرة؟ جميلة. حلوة؟ شفت الله. النجفة دي؟ الله الله. دمها خفيف مش كده؟ هايل هايل، ذوقها رائع. تعالى نقعد. اتفضل يا حبيبي. ثانية واحدة. ثانية واحدة. اتفضل يا جميل. طب ما الشقة بتاعتنا خلصانة اهي. مش فاضل غير شوية فرش بسيط؟ لا طبعا، فاضل حاجات كتير يا ست. إذا كان على المراتب والفرش نجيبهم النهاردة جاهزين، وبكرة ولا بعده نقدر ننقل في شقتنا ونعيش براحتنا. هو أنت ليه محسسني إن إحنا قاعدين في الشارع؟ أنت مش مرتاح عند بابا؟ أنا حاسس إن أنا تقلت على عمي. كل زيارة وإحنا بننزل عنده، وبعدين مفيش حد بيرتاح إلا في بيته. هو أنا كل مرة هقعد أقول لك بابا بيحبك وبيعتبرك زي ابنه. يا جمال كلها شهر، نكمل كل اللي ناقص في الشقة وندخل بيتنا وهو جاهز. وفيها ايه لما ننقل دلوقتي ونكمل حاجتنا بعدين؟ يا حبيبي انا عايزة ادخل شقتنا وهي جاهزة زي اي عروسة، ولا ده مش من نفسي؟ وبعدين انت ناسي احنا اتجوزنا ازاي؟ شقة المعلم ابو كمونة، الأوضة اللي بصلب منافعها. يعني خلاص يا حاج، مش هيبقى فيه مشاكل بعد كده ابدا؟ لا، المشاكل هتفضل موجوده طول ما ايدي الواحد في الشغل. هتروح فين المشاكل؟ انت عاوزه حاجه يا فردوس؟ لا، عايزه سلامتك، ما استغناش عنك يا حاج. شكلك عاوزه حاجه يا فردوس. فعلا والله عندك حق يا حاج. ايه؟ ينفع اطلب منك طلب؟ بس ما تسالنيش ليه. طبعا ينفع يا فردوس، انت تطلبي اللي انت عاوزاه. في الحقيقه عايزه 80,000 جنيه. عاوزاهم امتى؟ بكره الصبح. من عينيا الاثنين. ربنا يخليك ليا يا حاج، ولا يحرمنيش منك ابدا. الو، طب انا جاي حالا. على مهلك يا حبيبي، خد بالك من نفسك. استرها يا رب، استرها يا رب. بالسلامه يا اخويا، مع السلامه. بص يا حاجه، الدواء ده نصه مش موجود عندنا. ازاي ده الدكتور هو اللي كاتبهولي. يا حاجة الدكتور بيكتب الدواء لكن ما بيعرفش ايه اللي موجود عندنا وايه اللي ناقص. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ بصي انا هصرف لك اللي موجود، واذا كنت مستعجله اصرف الباقي من بره. طب وده يجيله بكام بقى؟ والله كل يوم الدواء بسعر، انا ما اعرفش يجيله بكام. قولي لنا يا بنتي. طيب ماشي. انا هجيب لك ايه تمضي. ماشي، انا ما بعرفش امضي. طب هجيب لك الختامات وبصمه. شكرا. Thank you.
استغفر الله العظيم. اهدى بس يا حاج. اهدى ازاي يعني وانت عمال تسمعني المصايب دي من الصبح؟ هو في ايه بس يا حاج بالظبط؟ انت ما قلتلوش على حكايه الفواتير وبوالص الشحن؟ قال لي يا حاج بس دي لسه شكوك وممكن ما يطلعش في حاجه من اصله. طب والله العظيم يا حاج بتمنى يطلع كل اللي في دماغي ده شكوك. انا ما افهمش حاجه اسمها شكوك. اسمعوا بقى انتوا الاثنين، عايزكم تحطوا ايديكم في ايدين بعض وتدوروا لي تشوفوا لي الغلط فين. اي غلطه لازم يبقى وراها دليل، ورقه يعني. انا كمدير اداري للمجموعه اقدر اوصل للي صبري ما يقدرش يوصل له. المهم ما نلفتش النظر للي بندور عليه فيلموا روحهم. اتصرفوا انتوا الاثنين زي ما قلت لكم. طيب بعد اذنك يا حاج. استنى انت يا سليم، عايزك. امرك يا حاج. مش شايفك يعني متحمس لكلام صبري. صبري يا حاج رايه ان اي مدير مشتريات يبقى راجل مش مظبوط، وده رايه من ساعه ما فكري ما مات. رحمه الله عليه، اللي بيروح ما بيرجعش. ومن ساعتها صبري يبص في وش اي مدير مشتريات من دول ويقول لك الراجل ده شكله حرامي. ايوه بس صبري بيقول انه ماسك فواتير مش مظبوطه. مش عارف يا حاج، ما هو صبري عمل القلق دوت مع مدير المشتريات الاخراني وفضل وراه لحد ما مشيناه، وبعد كده طلع الراجل مظلوم ومفيش حاجه خالص. ايه يعني صبري اتجنن ولا ايه؟ مش مجنون يا حاج، انما حياته كلها متلخبطه وده مأثر على تركيزه. هي لسه اعتماد ما هديتش ولا هتهدى. اعتماد دي يا حاج ست متسلطه وهتفضل ورا صبري لغايه ما تجننه يدخله السجن. كلمت ماما وقلت لها اني هحاول على صاحبتي اجيب ورق للجامعه. يعني ناخد راحتنا؟ انت كده مش واخد راحتك؟ يعني المعرض برضه في الاخر مكان شغل. انت اللي جبتنا هنا. طب بقول لك ايه؟ انا عندي مكان هنا فوق محدش دخله قبل كده، ونفسي تبقي اول انسانه تدخله. ايه المكان ده؟ المكان ده بتاعنا لوحدي، ولو عجبك ممكن نخليه العش بتاعنا. العش؟ اه العش فوق. لا يا سيدي، ينفع نروح نقعد مع بعض على النيل احسن؟ لا اكيد دلوقتي مش هينفع. ليه؟ انت عارفه انا راجل متجوز، ولا انت مش عارفه ولا ايه؟ لا عارفه. طيب يبقى ما اقدرش اظهر معاكي في مكان عام، لكن هنا في المعرض ممكن تبقي زبونه عادي يعني. طيب خلاص خلينا قاعدين في المعرض فوق بقى، امن مكان. ليه؟ لان محدش لا بيخش لي ولا بفتح الباب من اصله. انا مش حابه ان احنا نطلع فوق، خلينا قاعدين هنا احسن. صدقيني انت لو جربتي فوق هتحبيه قوي. قلتي ايه؟ لا خلينا هنا. انت عارفه انا كنت حاسه ان انا ما كانش حد شايفني خالص، وفجاه لقيت كل اللي حواليا مركزين معايا وكانهم شايفيني لاول مره. تلاقي اصحابك بس كانوا يدلعوكي، ولا يمكن اتعرفتي على اصحاب جداد؟ لا والله اصحابي هم هم والناس اللي يعرفوني هم هم، بس انا من ساعه ما لبست الحاجات اللي انت جبتيها لي وحسيت ان انا متغيره، حتى هم قالوا لي كده. طيب الحمد لله يا حبيبتي، انت جميله وزي القمر مش محتاجه اي حاجه، انت بس اللي مدريه جمالك في لبس الولاد ده والجينز اللي عماله تلبسيه لي. انا ما عملتش اي حاجه، انا بس ساعدتك تغيري الستايل بتاعك. خلاص انا بعد كده هروح اجيب هدوم زي اللي انت جبتيها لي. طيب سلمي على ماما كتير، مع السلامة. مالك يا جمال؟ سرحان في ايه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة. على رحمة حبيبتك، انت من ساعة ما رجعت من عند اخواتك وانت شكلك مش طبيعي، زي ما تكون متضايق. في حاجة حصلت؟ عادي، أنا كالعادة رحت لهم فتح قلبي، لكن للأسف ما استريحتش. إيه اللي ما ريحكش؟ من ساعة ما دخلت لحد ما مشيت، مفيش على لسانهم غير جبت لنا إيه؟ عايزين، هات. عايزين ياخدوا بس يا رحمة. معلش حبيبي، أنت عارف إن ظروفهم مش كويسة، وبعدين مالهمش غيرك، يعني متعشمين فيك. ست ما قلتش حاجة، أنا مستعد والله أديلهم عناية، بس مش بالشكل ده. أنت بتساعدهم وبتديلهم وبتجيب لهم بمزاجك، صح؟ صح.
خلاص ما تضايقش نفسك. وبعدين عندي خبر حلو ليك. قولي. النهاردة الصبح قريت في الجرايد خبر حلو قوي، في أرض بتتباع في العبور وتمنها يعني تقريبا قد الفلوس اللي معانا، وتنفع قوي المشروع اللي أنا كنت بفكر فيه. فإيه رأيك لو رحنا بكرة اتفرجنا عليها، ولو عجبتك نعمل العقد وندفع الفلوس ونشتريها. ماشي يا ستي اللي تشوفيه. ربنا يخليك لي حبيبي. يعني تفتكري يا ماما مش هيرفض؟ ما تهيأليش يا ابني انه هيرفض، ده بيعاملك زي ولاده. وبعدين يعني مين واقف جنبك طول عمرك؟ في الحقيقه هو، بس يعني ما انت فاهمه كل حاجه يا ماما. الحاج ابراهيم مليونير من اغنى اغنياء البلد، تفتكري يعني ممكن يجوز بنته الواحد بيشتغل عنده؟ الحاج ابراهيم طول عمره ما بيفرقش بين غني وفقير، وانت مش عارف ان هو وابوك طول عمرهم اصحاب. كلمه يا ابني وما تتكسفش، ولو ليك نصيب فيها محدش هيقدر يقف قصادك ابدا. حاضر هكلمه. على فكره يا رفض انا ما قلتش اي حاجه للحاجه عن المشاكل اللي بتحصل هنا عشان ما يتضايقش. الراجل بيعمل خير لوجه الله وبيساعد الناس، ودول كدابين وبيخافوش ربنا. هو في كده؟ انت جبت خلاصه المشكله يا رحمه، الكدابين. عشان كده انا شايف اننا المفروض نبلغ الحاج باللي بيجرى عشان ما نبقاش احنا كمان كدابين. من قبل نقول له كله تمام والحقيقه ما فيش حاجه تمام خالص. الاحسن ان احنا ما نقولوش اي حاجه دلوقتي، خلينا نحل المشاكل دي في هدوء لغايه الامور ما تستقر، وبعد كده نبقى نقول له. الراجل اللي فيه مكفيه. ما انا كنت قادر اتابع كل الاقسام والتفاصيل يوميا، بس من ساعه ما اتعجنت في تحضير الدكتوراه دي وانا باجي هنا المستشفى بصعوبه. سيب لي انت كل حاجه وركز انت بس في الدكتوراه. الا قول لي التذاكر اللي بيدوها للعيانين بيبقى عليها ختم؟ اه طبعا. كويس قوي، والختم ده مع مين؟ عند مدير الحسابات. مفيش اي حد رقيب عليه يعني في موضوع التذاكر ده؟ اقصد اقول انه ممكن يطبع التذاكر ويبيعها لحسابه من غير ما حد يكشفه. الحقيقه ان هو بحكم وظيفته مع الاختام اللي تخص الايصالات والتذاكر وتوريد الفلوس، بس مش عارف بصراحه ممكن اعمل عليه رقابه ازاي. على فكره انا ما بشكش وخلاص. دي اول تذكره دخلت بيها، رقمها 835، وانا اتاكدت ان عدد المرضى اللي بيدخلوا العيادات كل يوم ما يقلوش عن 100 مريض. يعني لو ده رقم المرضى اللي بيدخلوا كل اسبوع يبقى كويس جدا، لكن لو ده رقم المرضى اللي بيدخلوا كل شهر يبقى اكيد في سرقه كبيره جدا، لان المفترض ان عدد المرضى اللي بيدخلوا كل شهر يبقوا اكتر من كذا الف. لو اللي بتقوليه ده صحيح تبقى مصيبه، حتى السرقه في التذاكر. ليه لا؟ عموما سيب لي الموضوع ده، انا هتاكد بنفسي. انا مش عارف اقول لك ايه يا رحمه، ده انت جيتي لي نجده من السما. يلا يا سيدي بجملة، ما انت طول عمرك مغلبني بمشاكلك. طب يلا بينا عشان انا طلبت انهم يجتمعوا في الصالة. يلا بينا يا سيادة المديرة. يلا. والحاج ابراهيم اصدر قرار بتعيين الاستاذة رحمة مديرة عام للمستشفى، ومن هنا ورايح انا مسؤوليتي في المستشفى تقتصر على الامور الطبية فقط، لكن كل الامور الادارية هتبقى مع استاذة رحمة. اهلا بيكم، انا سعيدة جدا اني موجودة معاكم. أنا في الحقيقة كنت بشتغل في الخليج في مستشفى زي دي بالظبط، يمكن قدها في الحجم، نفس المعدات والأجهزة، ولكن الخبرة أعتقد إن هنا في خبرة أكتر بكتير. أنا مش هتكلم كتير عن التغيير لأني ناوي أغير كل حاجة، يعني أي فساد أي مشاكل موجودة إن شاء الله هنقضي عليها. المشروع ده هدفه الأساسي هو مساعدة الناس الغلابة، أهل الحي اللي مش قادرين يتعالجوا في مستشفيات خصوصية، يعني ما عندهمش تمن التذكرة، واحنا واجبنا ان احنا نساعدهم ونقف جنبهم ونكون عندنا رحمه معاهم في التعامل. دي مهنتنا، ان لازم نتعامل مع الناس برحمه ونساعدهم ونحل لهم مشاكلهم الصحيه. انا سعيده جدا اني هتعاون معاكم، واتمنى ان يكون عندكم نفس الشعور. واي حد عنده مشكله او اي حد يشوف اي حاجه مش عاجباه او مش مظبوطه ضروري يجي ويقعد ويتكلم معايا، وما نخبيش عن بعض حاجه، وان شاء الله مع بعض وببعض هنحل كل المشاكل، والمستشفى ده هيكون من احسن ما يكون. وانا متشكره قوي ليكم. على اذنكم. يا نهار اسود، دي جت ولفت ما بيننا على انها عيانه، ده انا كمان خدت منها بقشيش. ومين سامعك؟ انا كمان خدت منها المعلومه. دكتور رشاد، الست دي بقى لها كذا يوم بتلف في المستشفى لحد ما وصلت لاوضه عمليات النساء. خلوا بالكم ممكن تكون عرفت اي حاجه. ربنا يستر. كل حاجه تقف دلوقتي لحد ما الامور تبان. يا ترى هتطلع زي اخوها بقى ولا ايه؟ مش عارفه، بس في ناس بتقول ان بقى لها 3 4 ايام بتلف في المستشفى على ان هي عيانه.
هو عمله بقى اللي انت فاهمه فيها. طب كويس، يعني عرفت اللي بيحصل هنا في الغلابة. مفروض بقى، ما هي اما ناويه لهم على نيه سودة يا اما ناويه تقسمهم. ما ظنش، ما افتكرش ان اخت واحد زي رأفت تبقى كده. هنشوف، احسن انا خلاص قرفت من اللي بيحصل هنا. عاوزك تخلي بالك يا رحمه، ما تضغطيش على الناس اللي شغالين عندك، يعني مش قوي. عندك حق يا حاج، انا عايزك تشيل هم المستشفى ده من دماغك خالص، سيب عليا كل الحمل وان شاء الله هكون عند حسن ظنك. او عايزك تعرفي كمان ان الخير ما يخصش الناس اللي بتتعالج بس، لا يخص اللي شغالين كمان. حاضر، لا اديني كام يوم كده هعمل كام خطوه، وبعد ما ارتب كل حاجه انا هكلمك واقعد معاك واحكي لك كل اللي بيحصل بالظبط. ان شاء الله هبذل كل مجهودي عشان المستشفى دي تبقى احسن من مستشفيات كتير قوي حواليها. حاضر، مع الف سلامه. الله لا اله الا الله، هاتها جمايل وعدل المايل. يا الله يا الله يا الله، عدل المايل. خد كل يا شيخ غزال. انتي مين يا شطر؟ انا رحمة. الله على رحمة ربنا. خد كل لقمة على مقاسه. الله على رحمة ربنا، الله على رحمة ربنا، الله على رحمة ربنا. يا ستي بقى النادي اللي انا بقعد فيه كل يوم. جميل جدا، انت دايما بتيجي هنا؟ اه بعد الجامعه. اها، قولي لي بقى ايه اللي مخليكي جايباني على ملا وشي ومصربعاني كده، ونزلت حتى ما عرفتش اكل ساندوتش؟ ما انت بتوحشيني يا رحمه، وبعدين كنت عايزه انزل اشتري شويه حاجات وما عرفتش انزل لوحدي. ايوه يا اختي، خديني في دوكه يا نعمه. انت ايه الريوه؟ اعترفي احسن لك، جايباني هنا ليه وايه الحكايه بالظبط؟ قولي. طب على فكره بقى، كل اصحابي عجبهم اللبس اللي انت جبتيهولي. عشان نبقى نسمع الكلام ونبطل معاوحه، وما تبقيش بقى تركني الهدوم الجديده اللي جبناها وتفضلي معلقه لي على الجينز اللي انت لابساه لي النهارده. طب ممكن بقى اعزمك على الغدا عشان انت اديتي غداكي لعم غزال؟ انت عارفه عم غزال ده غريب قوي، بحس ان هو في دنيا تانية. هو فعلا تحسي انه في دنيا تانية، بس عارفه مديحه كلامه كله حكم. طب يلا نتغدى بقى. لا مش هينفع غدا، هشرب عصير معاكي واجري على البيت عشان بابا وجمال مستنيني على الغدا. ما انت بتتغدي معاهم كل يوم يا رحمه، اتغدي معايا النهارده. حاضر يا ستي، ما اقدرش ارفض لك طلب. هي ايه؟ انا بحبك يا مديحه، بجد ما اقدرش اعيش من غيرك، مش هقدر ابعد عنك لحظه واحده. بيعمل ايه دلوقتي؟ الف سلامه عليك. قلقتينا وقلقتيه على الفاضي، مفيش اي حاجه. ماله يا رأفت؟ شويه برد في المعده. تعبانه يا رأفت. معلش معلش يا جمال، برد شديد شويه، الحقنه دي هتريحك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. يلا رحمه سيبيه ينام شويه، حاول تنام انت يا جمال. يلا. طيب يا حبيبي، لو احتجت حاجه انده عليا. هو ايه اللي بيحصل له ده؟ انا مش عايزك تقلقي نفسك يا رحمه. يعني عايزني اقعد مطمنه ومبسوطه وجوزي بيرجع دم؟ ما تكبريش الموضوع يا رحمه، وسيبينا نشوف الموضوع ده اخرته ايه بالظبط. طب تفتكر يعني عنده مثلا قرحه في المعده؟ في اسباب كتير ممكن تخلي الواحد يجيب دم من بقه، خصوصا انه ما كانش دم كتير. خلينا نعمل تحليلنا ونشوف، عشان ما تقليش نفسك على الفاضي. ان شاء الله يا رب خير. ايه يا حبيبي، عامل ايه دلوقتي؟ محدود محدود يا رحمه،
جسمي كله بوجعني عشان بس مش متعود على قعدة البيت. بقالك سنين بتجري وبتتعب وشقيان، وهو ده اللي انا كنت بقوله لك. احنا لازم نعمل مشروع عشان احنا تعودنا على الشغل يا جمال. انا برضو ما قلتش صغير يا رحمة. يا حرام، عجوز ومكركب. ايه الكلام ده؟ خليك متفائل، الايام اللي جاية حلوة قوي ان شاء الله. تفتكري؟ يا ريت. ايه ده ايه ده؟ ايه التشاؤم ده؟ انت كده هتقلقني عليك. متقلقيش، انا بس مرهق ودايخ شوية وهبقى كويس ان شاء الله. رأفت قال ان الحقنة اللي اديها لك هتخليك تبقى كويس. هي فعلا ريحتني. دي كلها مسكنات يا رحمة. طب يلا حبيبي قوم ريح جسمك شوية على السرير. قادر. يلا قوم انا حسن. مجرد ما الباشا يخش يشريك معاك طبعا هتضمن ان ما يبقاش فيه مشاكل بينك وبين الحكومة، ونتكلم بقى عن الجمارك والضرائب، ودي حاجات تفرق معاك كتير، وطبعا انت بتدفع عليها ملايين وملايين سنويا. طيب وهو اقصد سيادته يعني هيقدر يدخل شريك بقد ايه؟ لا انت اللي تقول، والباشا هيدفع فورا. يعني مثلا لو قلت ان الباشا هيخش ب 25% يبقى انت في الحاله دي بتعفي نفسك من اجراءات وفلوس بتدفع قد اللي الباشا هياخدها مرتين ثلاثه. اتكل على الله يا حاج وما تفكرش كتير، الفرصه ما بتجيش مرتين، واوعى تقول لا، لانك لو قلت لا مش عايز اقول لك ايه اللي ممكن يحصل. انا ما قلتش لا ولا حاجه، لكن الحقيقه انا عندي شركة لازم اشور عليهم. شركة؟ انا اول مره اعرف ان عندك شركة. ولادي هم شركائي وأعضاء معايا في مجلس الإدارة. على العموم شاوروا بعضكم وفكروا براحتكم. طيب عشان سيادته يبقى عارف، أنا هضيف مصنع جديد للمجموعة. مصنع جديد؟ طبعا، لو كل حاجة هتفضل زي ما هي أدخل معايا شريك ليه؟ استنى هنا يا ثابت، استنى استنى وكلمني كلام واحد لمراته. هو انت بجد صدقت ان انا وانت واحد ومراته؟ ما انت عارف انا اتجوزتك ازاي. انا لو واحده من الشارع يا ثابت مش هتعملها المعامله دي. انت ليه بتنتقم مني؟ انا ايه اللي انا عملته معك وحش؟ ثابت انا بحبك، عارف يعني ايه بحبك؟ يا ستي حبيني زي ما انت عايزه بس ما تقرفنيش. اقرفك انت ايه يا اخي؟ ما عندكش قلب ولا احساس؟ انا مراتك وام ولادك، يعني ليا حقوق عندك؟ عارف يعني ليا حقوق عندك ازاي؟ باختصار كده يا سلوى انت مالكيش اي حقوق، بالذات في البيت ده. وعلى فكره بقى انا خارج، وخارج اقابل واحده ست. بتقولي الكلام ده فوش يا ثابت؟ انا للدرجات ماليش ما عندك؟ لا مالكيش، ولولا اولادك ما كنتيش تقعدي في البيت ده لحظه واحده، واحمدي ربنا ان انا لسه متجوزك. وقال لي بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك، صدقته وانا دلوقتي حامل ومش عارفه اعمل ايه. يا وسبتي حامل؟ يا لهوي. ايه اللي هببته يا سي قرف؟ يا بابا مش كل واحده تيجي تقول لك كلمتين تقوم تصدقها. كل واحده دي؟ دي بنت مرات فؤاد اللي بيشتغل معانا، ناس كويسين ونعرفهم. يعني هي عشان اهلها نعرفهم تبقى بنت كويسه؟ الله يخرب بيتك، دي بتقول انها حامل منك. يعني حصل. طب يا حبيبي لازم تتجوزها. اتجوز
هتتجوزها؟ ايوه هتتجوزها ورجلك فوق رقبتك. يعني فلوس البوتيك كلها رايحة على المزاج، كل ما اسألك تقولي بنخسر. الحقيقة اللي احنا بندفع دم قلبنا للديلر اللي بيجيب حضرتك المزاج. طب يا ست هاني، أنا كل الفلوس اللي معايا بخي خلاص، راحت تحت على الترابيزة. تقدري تقولي لي بقى هجيب لك منين عشان خاطر تشمي؟ وترد عليا. باكي. 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 يا دكتور بقى. أنا عاوز أقول لك على قرار أنا أخدته. قرار إيه؟ أنا عايز أتجوزك. تتجوزيني؟ بصراحة أنا كنت متردد قبل ما أقول لك في الأول. متردد ليه؟ يعني كنت خايف إن أنا أكون حسيت حاجة أنت لسه ما حسيتيهاش. طب وليه ما تقولش إن أنا حسيتها أكتر منك؟ بجد؟ لا مش مصدق. بس برضه خايف. من إيه؟ خايف إن باباكي ما يوافقش إن إحنا نكون مع بعض. ما تقلقش، بابا بيحبني أوي وبيحب يشوفني مبسوطة وسعيدة، وأنا هبقى سعيدة معاك. بس أنا عندي سؤال، إيه اللي خلاك تحبني فجأة كده؟ لا هو مش فجأة ولا حاجة، إحنا لما قربنا من بعض أكتر وعرفتك كويس، شفت فيكي بنت بسيطة جدا ورقيقة، غير كل البنات اللي أنا أعرفها، مش متكلفة ومش مصطنعة، غير إن أنتي أمورة جدا، أنا بحبك. طب مش ممكن أهلك هم اللي ما يوافقوش؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. انا كل اللي كنت مستنيه رايك انت، وانت هو موافقه. انت مش متخيله ازاي انا مبسوط دلوقتي. وانا كمان. فضحتنا وخليك سردنا على طول الثانية يا ماجد. ليه؟ انا اللي فضلت اشم لحد ما وقعت. على فكره بقى انا عمري ما شميت لحد ما وقعت. انت اللي غبي وجاهل مش عارف تفرق ما بين حد واصل لحاله كويسه وحد واغمى عليه. عملتني شيل اصحابك، فرجتهم عليا. يا بنت انا كنت خايف عليكي. يا ريتني كنت مت وخلصت. خلصت من ايه؟ انت بتدوري على اي سبب توري بيه الشم اللي بتشميه؟ انت السبب. باكي، انت بتشمي من قبل ما اتجوزك. وكنت بطلت لحد ما اهملتني وما بقتش حاسه معاك بالامان. فهمتني ان انت بتحبني. حسيت ان انا هتجوز راجل. راجل هيحتويني واحس معاه بالامان. من يوم ما اتجوزنا انا اكتشفت المصيبه. مصيبه ايه؟ انت بتحب القمار، وعشان بتحب القمار عايز فلوس، عايز فلوس كتير قوي، بتحب الفلوس. لكن باكي مش اكتر من بنت شيك ومن عيله. حلو قوي ان هي تقف ورا البيه عشان تكمل شكله الجميل، عشان يطلع بيه جميل وشكله محظوظ. ما تزعلش قوي كده، احنا الاتنين زي بعض، ما نفرقش
نفرقش حاجة عن بعض. زفت. هاتها جمايل واعدل المايل. مدد يا طهرة مدد. ايه ده يا شيخ غزال؟ ايه ده الجمال ربنا يشفيه؟ الشافي هو الله، العافي هو الله. ده انت في دنيا غير الدنيا، مش حاسس بحاجة. خلاص خلاص خلاص. ايه؟ رفع المرض وطهر الأبدان. حي. هاتها جمايل واعدل المايل. مدد مدد يا طهرة مدد. راح راح رحمة جمال. ايه يا حبيبي؟ عامل ايه دلوقتي؟ طمني عليك. الحمد لله بقيت كويس، احسن كتير. بجد يا جمال؟ يعني حاسس انك اتحسنت؟ بقيت احسن من الاول؟ احنا كنا فين وبقينا فين يا رحمة؟ يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. حاسس اني بقيت كويس ونفسي انزل من السرير. بلاش يا حبيبي تستعجل، خليك مستريح لغايه ما الدكتور يقول لك قوم. استعجل ليه؟ انا نفسي اقعد. طيب حبيبي على مهلك على مهلك. مش قادر. طب خلاص استريح استريح، بلاش تستعجل. بكره ان شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل، وهنتمشى سوا وترجع نخرج زي زمان. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ لا تجيني فين، انا ماشي من الشركة. لا انا حاجيلك، ما تتعبش روحك، انا عايز اروح السيدة. يلا سلام. اطلع السيدة. صدقني بابا جمال بقى كويس، انا حاسة انه اتحسن، يعني بدأ يتحرك ويقوم ويتكلم معايا. هو صحيح مش بياكل، بس صدقني يا رأفت انا حاسة انه اتحسن نسبيا. أكيد أكيد طبعا يا رحمة. طب قولي هو ليه ما عندوش شهية؟ معلش جربي معاه كده أي شوربة خفيفة ما يكونش فيها دهون، شوربة خضار مثلا. ربنا يسهله يبقى الحقنا جاب نتيجة سريعة معاه. أمين يا رب. سامحني يا أخويا أنا تعبك معايا قوي ومعطلك عن شغلك. إيه اللي بتقوليه ده يا رحمة؟ أنا بعتبر جمال أخويا قبل ما يبقى جوزك. ربنا يخليك. طب أنا هقوم أمر على المستشفى وأرجع لكم تاني. تشرب قهوة يا بابا؟ سادة يا رحمة. حاضر. على فكرة أنا كلمت الحاج إبراهيم زي ما اتفقنا وهو جاي لنا في الطريق. وده وقته برضه يا بابا. أيوة وقته يا بابا. يعني جمال عيان ورحمة ممكن تزعل. جمال بقى زي الفل وصحته تمام التمام، وقام كأن ما عندوش أي حاجة. وبعدين الشفاء والمرض ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين مالكش دعوة بأختك، هي مبسوطة كده. طيب أنا موجود هنا وقت ما يجي، تعالى حتى نقعد عندي في العيادة. ماشي. اتفضل يا حاج إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ يا دكتور بحضرتك. ايه اتفضل. ازيك يا بابا؟ ما شاء الله. ايه ده؟ ايه القباهة دي؟ شغل رحمة جاب نتيجة بقى. لولا وجود حضرتك يا حاج ما كانش ممكن مشروع زي المستشفى ده ينجح أبدا. ولولا وجود حضرتك برضه ما كانش ممكن حاجة من دي تحصل. لا يا حاج، في دكاترة كتير قوي عندهم ضمير وبيحبوا مساعدة الناس، لكن فرص عمل مشروعات زي المستشفى دي قليلة قوي. والله ده شيء يبسطني يا سيدي، كون ان في شباب كتير زيك كده يبقى البلد دي لسه فيها امل. ولا ايه يا حاج؟ طبعا طبعا يا حاج. بقولك ايه، انت مش عاوز تعزمنا عندك في البيت نشرب شاي؟
ده كلام يا عبد الله، على العين والراس طبعا. اصلي انا كنت جاي السيده كده كده، قلت اصلي ركعتين ورا الفاتحه للسيده، فانت كلمتني في التليفون فقلت اعدي عليك. ربنا يقضي لك حوايجك يا حاج. ان شاء الله. المهم انت كنت عاوزني في ايه؟ هي حاجه تخص رأفت، بس انا هتكلم بالنيابه عنه لانه مكسوف. هو في حد يتكسف من ابوه برضو؟ والله ما عارف اقول لحضرتك ايه يا حاج. بص بقى يا حاج، بالمختصر كده، احنا عاوزين نجوز رأفت. يا سلام، ده يوم المنى يا عبد الله. وايه رايك بقى لو نطمع اكتر ونطلب منك القرب؟ ده مش طمع ولا حاجه، بس يعني يا حاج عبد الله اللي علمتنا الاصول، معقوله تطلب مني ايد بنتي وانا مش قاعد في بيتي زي السلطان، وعريسك لسه لسانه مربوط؟ مش لسانه مربوط ولا حاجه، هايب من قعدتك قدام واحترام يعني. وان كان على بنت السلطان يا سيدي، نجيلكوا لحد بيت الغليل. يا سلام، تشرفوني يا عبد الله، على العين والراس. ما انت قاعد معانا شويه. لا انا عندي اجتماع في اتحاد الصناعات، بس عايزك تيجي معايا عشان اطل على جمال. يلا بينا. انا اذنك يا عريس. اتفضل يا حاج، ربنا يخليك لينا يا حاج. مش تشد حيلك كده، امال يا جمال الشغل في انتظارك. ان شاء الله، شد على الله يا حاج. وبعدين يا سيدي انا مش هعرف اوصي عليك هنا طبعا، مراتك مدير المستشفى واخوها اهم دكتور عندنا، يعني اطلع من هنا. لا ازاي يا حاج، بحضرتك الخير والبركه، ربنا يخليك لينا. سلامتك، الف سلام. الله يسلمك. بقول لك يا رحمه، عايزك عايزك. حاضر. رحمه، انا مش محتاج اقول لك طبعا اذا كان جمال محتاج مستشفى اكبر من دي. لا يا حاج، بالعكس، جمال اتحسن قوي والحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ يعني انت مطمنه كده؟ الحمد لله، انا كنت الاول قلقانه قوي بس دلوقتي قلبي اطمن. طيب يا بنتي، ربنا يطمنك دايما ان شاء الله. استاذن انا بقى. طب خدني معاك يا حاج. تعالى يا سيدي. متشكره قوي يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب اسمعيني انت على اوضتي. حاضر يا دكتور. الحاج كان بيقول لي الافضل ان جمال يروح مستشفى كبير. قلت له بالعكس، ده صحته اتحسنت قوي وانا بدات اطمن عليه. انت عارفه الحاج بقى رحمه دايما صاحب واجب. دي حقيقه يا رافت، بس مش عارفه شكله هو بابا كده في حاجه غريبه ما فهمتهاش. شكلهم مبسوط وشهم فرحان، بس مش عارفه ليه. معقوله يا رحمه؟ شفت كل ده في وشهم؟ شكلك مخبي عليا حاجه، انا عارفاك كويس. قري واعترف وقول يا دكتور. خايف تزعلي مني بصراحه. انا هزعل منك؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ها قول. اصل بابا من غير ما يتفق معايا طبعا اتفق مع الحاج عشان نتقابل، وطلب منه ايد مديحه. مش معقول، ده احلى خبر. الف مبروك يا رأفت، كان نفسي اسمع الخبر ده من زمان. ايوه بس يعني جمال تعبان ومش وقته يعني. بالعكس، ده الخبر ده هيرفع معنوياته قوي. انت عارف جمال بيحبك ازاي، ربنا يسعدك. كل حاجه بتيجي في وقتها بقى يا رحمه، وهي الافراح كلها جايه مره واحده اهي، وكله بفضل ربنا الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي، ربنا يهنيكوا يا رب. ما بقتش بعمل اي حاجه غير ان افكر فيك وفي اليوم اللي هنبقى فيه في بيت واحد. وانا كمان يا حبيبتي على طول بفكر فيكي، بس انا عاملك احلى شهر عسل في الدنيا وهلففك العالم كله. انا اهم حاجه عندي ان انا ابقى معاك في اي مكان، بس يا رب انت ما تزهقش مني. وانا عمري ما هزهق منك، وعمري ما هبص لحد غيرك، عشان انا بحبك. في حد بيخبط، هكلمك تاني. مديحة يا حبيبتي، انت نايمة ولا ايه؟ كنت خلاص هنام يا ماما. طب خلاص بعدين اتكلم معاكي بعدين. لا تعالي يا ماما، اتفضلي انصحي. ايه في حاجة؟ حاجتين. حاجتين؟ قولي لي يا مديحة يا حبيبتي، يعني لو تقدم لك واحد دكتور وواحد محاسب تختاري مين؟ هو في ايه يا ماما؟ ردي عليا بس الأول، تختاري مين؟ لا ده ولا ده. ومن عاوز تتجوزي مين؟ يبقى واحد بحبه. ما هو ده برضه هتحبيه. هو مين؟ يعني الدكتور رأفت مثلا. طب وازاي هحبه وانا بحب واحد تاني؟ ايه؟ ومين ده بقى ان شاء الله؟ هتعرفيه لما يجي يتقدم لي. شكلك اهلا يا ماجد يا ابني. ازيك يا محسن؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ماجد؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه مالك داخل مدلدل كده ليه؟ لا مفيش حاجه. مالك يا ابني؟
في حاجة حصلت ولا إيه؟ لا مفيش حاجة حبيبتي حصلت. أمال مالك في إيه؟ مفيش حاجة؟ جاي والساعة داخلة على 11 وشكلك عامل كده ومفيش حاجة؟ في إيه يا ابني بس؟ ما تقولي إيه اللي حصل؟ مفيش، اتخانقت أنا وباكي. الله، طب ليه؟ مشاكل على فلوس. فلوس تاني؟ يا دي المصيبة. أنت يا ابني مش لسه من أقل من شهر كنت طالب 100,000؟ يا بابا أنا لما طلبت من حضرتك المبلغ ده حضرتك ما رضيتش تسلفني. ليه؟ هو أنت ما كنتش سددتهم من ساعتها؟ سددت يا بابا، بس دي ديون تاني. أما أنت ما بتفهمش في التجارة، بتتاجر ليه؟ روح اتعلم تجارة الأول، ولا روح اشتغل موظف. أمال إحنا اتعلمنا إيه بس يا بابا؟ ده أنا هقعد أهاتي معاك وأتعب قلبي. خليك يا أخويا نايم في حضن أمك عشان أفرح بيك قوي. نقلها يا اما تطلق. يا سلام، وكمان طلبة الطلاق ومش عاجبها؟ يا اخويا ترتاح وتريحنا. بقول لك ايه، ده انا اجوزك ست ستها على الاقل تملانا البيت صبيان وبنات. اصل يا ماما، اصل ايه؟ اصلك خايب ونايب، انت السبب، انت اللي قلت ما اقدرش اعيش من غيرها. وريني يا اخويا هتعمل ايه بقى. طب المهم دلوقتي يا ماما، بس ممكن حضرتك تدبريني المبلغ ده؟ لا ده ولا ده، اطلع نام يا ضناي، اطلع يا حبيبي. صدق الله العظيم. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة نزلت؟ لسه. هي فين؟ خير يا ابني، في ايه؟ خلاص خلاص يا حاج، هي في حياتك. وإنا إليه راجعون. رحمك يا جمال. صباح الخير يا أخت. مالك؟ رأفت في إيه؟ في ايه بابا؟ في ايه؟ ما تردوا علي.
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. صدق الله العظيم. صبر يا حبيبتي، صبر. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الصبر. شد حيلك يا حبيبتي. صعبان عليا قوي يا حاج، كان تعبان وبيتألم وعمره ما اشتكى، كان بيشيل هم الدنيا كلها فوق دماغه وعمره حتى ما شال هم. عارفه يا حاج، عمره ما زعلني ولا ضايقني، كان بيعمل مستحيل عشان ابقى سعيده. قبل ما يموت قلت له يا جمال تعالى نعمل مشروع نحط فلوسنا فيه بدل ما نسيبها في البنك. قال لي لا يا رحمة، أنا تعبت وعايز استريح. واستريح. الله يرحمه، مات خفيف، يوم نزاع ويوم وداع، يوم نقابل فيه رب كريم. ربنا يحسن ختامنا جميعا. الجنة ونعيمها يا رب، ربنا يرحمه. غلبان، ضيع حياته في الشقة والتعب والغربة 7 سنين، ولما قرر انه يرجع بلده عشان يستريح ملحقش. اللي عند ربنا ما بيضيعش يا حبيبتي، وده شاب واللي فاته كتير، وربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، ربنا هو العادل. الصبر يا حبيبتي، الصبر. الله يرحمه. بقول لله يا مدام شد حيلك. شكرا. شد حيلك. شد حيلك. بقي في حياتك يا حبيبتي، حياتك الباقي. عليا كان نفسها تيجي بس معلش انت عارفه انها تعبانه قوي. الف سلام عليا. الله يجزيك الخير والبركه. ميرسي يا حبيبتي. بقي في حياتك. شد حيلك. فرق صعب قوي يا حاج. انا عارف يا بنتي، ادعيله. بدعيله يا حاج. معلش يا رحمه اعذريني، الحاج عماله تقولي انها عايزه تقعد معاكي هنا يومين، بس انت عارفه انا ما اقدرش استغنى عنها، فانا بقول انت تخرجي نفسك من كل ده وتيجي تقعدي انت معانا يومين في البيت. قول لها والنبي يا حاج عبد الله. هقول لها يا حاج. حاضر. كتر خيرك يا حاج. ربنا يصبرك يا حبيبتي. مستني. شكرا. خليك انت عبد الله. سلام عليك. شكرا يا حبيبتي. سلام. شكرا. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. حصلني على البيت. اسمع يا ثابت، انا مش عايز اقعد هاتي على اخر الليل عشان اعصابي ما تتعبش بسبب بلاويك، لاني متاكد انك مش هتستريح الا لما تشوفني اطب ساكت قدامك. من بكره تروح المعرض ان كان لك حاجه تاخدها، وهم هيبعتوا ياخدوا العربيات بتاعتهم عشان انا هقفل المعرض ده خالص بلقلة قيمه. يعني انت يا بابا ما تنصرنيش ابدا؟ لازم تقف مع الغريب على ابنك. مع الغريب؟ الغريب ده كان هيفرمك بسبب المسخره وقله الادب. ولا انت عاوزني اسيب اللي ورايا واللي قدامي واشتغل لك حارس يا صايع؟ انا مش صايع. انت اوسخ من الصايع. ولم نفسك بقى يا ثابت بدل ما سودها على دماغك اكتر ما هي سوده. هلمها يا بابا، هلمها خالص، هخلص عشان ابويا يستريح. وتعمل اللي قلت لك عليه من غير ولا كلمه يا بابا. ما ولا كلمه.
لو سمحت. معنا يا انسه. عايزه اقابل ثابت. لا مش موجود، ده راح يعزي. والله يا ثابت انت اللي بتجيبه لنفسك. طب اراهنك بايه اني اكيد الموضوع ده ورا ستات. هو ايه اللي ستات ستات؟ هو انت ما تعرفيش حاجه غير الستات؟ لان انت يا حبيبي ما وراكش حاجه الا هم، ما بيفكرش غير في الستات وبس، مشغول بيهم على طول. لو تفكر في ولادك. يا سلوى، بابا بيتلكك لي، بابا عايزني معاه في المجموعه، فبيدور لي على اي مصيبه يعملها لي عشان اسيب شغلي واروح له برجليا. حتى لو كلامك صح يا قلبي، ايه المشكله يعني ان هو يتلكك لك وانت بتقول اصلا ان انت تشتغل معاه؟ السلام عليكم يا فردوس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. ها مديحه جت؟ ايوه جت. اسكت يا حاج، مش فضلت ورا مديحه لحد ما وقعتها في الكلام وعرفت هي مايله لمين. مين بقى؟ ابن ناس يعني نعرفهم ولا ما نعرفهمش؟ من جهة ابن ناس فهو ابن ناس ونعرفهم كمان. مين؟ سمير اخو بكينام. ابن الدرمالي؟ ايوه. ايه ده؟ رايح فين يا حاج؟ استهدى بالله، في اي حاجه؟ رايح اشوف المصيبه اللي حطت على دماغي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، استرها يا رب. عايز افهم ليه؟ طب ما هو ماجد متجوز اخته، وحضرتك طول عمرك تقول ان انت مدلعني وبتعمل لي كل حاجه. اول مره اطلب حاجه لنفسي ترفضها؟ طب اسمعي يا بنتي بقى، عشان ده اخر كلام هقوله لك. سمير ابن سامي الدرمالي ده انا معرفوش كويس، لكن اعرف اهله. سامي ومراته دول ناس ما يعلم بيهم الا ربنا، مالهمش الا في المسخره والكلام الفارغ، وما يعرفوش الاصول اللي احنا نعرفها. انت مش عارفه انت غالي عليا قد ايه؟ انا ما اقدرش ارميكي بايدي في جوازه زي دي. ومين قال لك ان سمير مش هيعجبك يا بابا؟ اعرفه واقعد معاه. ما احنا جربنا قبل كده وخدنا بنتهم. مبهدله اخوكي، مش عارفه تعمر بيت اي ست كانت تعمره. ومين قال لك ان هو زي اخته؟ يعني لا زي ابوه ولا زي امه ولا زي اخته. ايه زرع شيطاني؟ انا شايفه ان هو كويس. انا ما عنديش استعداد احط ايدي في ايد حد منهم تاني. يا بابا ارجوك، ممكن تديله فرصه؟ مالوش فرصه عندي. ده انا بقى اتصيت في مخي. بس انا بحبه يا بابا، بحبه ومش هحب حد غيره. اسمعي بقى، انا لغايه دلوقتي ماشي معاكي بالراحه، لكن هتلوي دراعي هكسر رقبتك، مفهوم؟ بعدين معاكي بقى. بس يا حبيبتي، بس يا حبيبتي، بس يا قلبي، معلش يا حبيبتي ما تزعليش نفسك قوي كده. بابا بيحبك وبيخاف عليكي وخايف على مصلحتك، صدقيني احساس الاب ببنته. بس يا حبيبتي مفيش حاجه تسهل انك انت تعملي كل ده. بس يا قلبي بس، يلا يلا نغير هدومي كده وفرفشي. بعدين معاكي بقى. اقفلوا تليفوناتكم. نقفل تليفوناتنا ليه؟ اقفل تليفونك. حاضر. هو في سبب حضرتك انت جايبنا عشانه يعني؟ يعني يا بابا لو كنت عايز تقعد معانا ما كنا قعدنا هناك في الفيلا. عايزين تعرفوا انا جايبكم هنا ليه؟ اه يا حاج، جايبنا هنا ليه؟ عشان جت ساعه الحساب يا ولاد الطيب. أنا اتربيت في البيت ده من وأنا صغير مع أبويا وأمي. اتربيت أحافظ على ديني وأحافظ على العادات والتقاليد والأخلاق بتاعت حي السيدة زينب
مش فاكر ان انا مره كذبت على ابويا عشان عايز حاجه. لما كنت بعوز حاجه كنت بطلبها. مفيش خلاص. لكن عمري ما سرقت. لما كبرت وخلصت تعليمي اشتغلت في السرقة مع ابويا اللي انا كنت شغال فيها برضه من وانا صغير. ولما مات ورثتها عنه. واتجوزت امكم. فضلت قاعد برضه في نفس البيت. ربنا كرمني بيها. رزقني من واسعة. شقيت وهي شقت معايا طبعا. شقت في تربيتكم. تصحى كل يوم من النجمة عشان تلبسكم توديكم مدارسكم وترجع البيت تشتغل حضر لكم أكل تستناكم لما ترجعوا عشان تحميكم لأنها عارفة إن أنا أحب أشوفكم في أحسن صورة. عملنا لكم كل حاجة حلوة. فيلا كبيرة لبس كويس اكل كويس. فاكرين طبعا. فاكرين ايه بس يا بابا؟ انت جايبنا هنا ومسايبنا اشغالنا عشان نقعد نعمل سهره مع الذكريات؟ اخلص يا فلاتي يا نجس. ما تصلي على النبي كده يا حاج، هي حصلت للضرب ولا ايه؟ الضرب هين بالنسبه للي هيحصل لك يا ماجد بيه. هيحصل لي ايه بالظبط؟ مفيش غير شرع ربنا. وايه هو شرع ربنا؟ اقطع ايدك اللي سرقت واجلد الكلب ده. اقطع الايد اللي سرقت واجلد الجسد اللي اتمرغ في الحرام. يمكن اعرف اطهركم يا اولادي. يا اولادي الحاج ابراهيم الطاير. افتح يا حاج ابراهيم. معلش يا عبد الله مش هفتح دلوقتي. قلت خلاص كبر ونسي. ايام ما كان بيزور رمضتي ويحطها على ورق المدرسه. كبر ونسي لما حط رمضتي على ورقه بيضه وخلى واحد غريب يسرقنا. عيني عينك يا بابا. حضرتك بتحاسبني على غلطه غلطتها وانا عيل صغير؟ ما انا لسه قايل اهو. قلت كبر واتجوز وبقى عنده بيت يعني هيحس بيا. انما لا، اتاري البيت اللي انا بصرف عليه هو وبيته ومراته بيقطع في لحمي ويزور عندتي ويحطها على شيكاتي ولا كأنه عدوي. ابني اللي لو قال اه هيلاقيني اقرب ليه من روحه. بابا انا كنت هتسجن. طلبت من حضرتك تسلفني حضرتك الاوتيه. لا، وخلتني امد ايدي الاسود والمسواش يا بابا. والناس كلها استغربت. ابن الملياردير يمد ايده ويستلف؟ لا، اسرق يا ابن الملياردير. زور يا ابن الملياردير. بدور على التاني عشان اشكيله هم اخوه. الاقيه غرقان في الوحل وبيعك ويدور ورا النسوان. ما يعرفش ان ربنا واقف له بالمرصاد. مستني ايه؟ لما الفضيحه ترد في بيتك في مراتك ولا في اختك الغلبانه؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ انا احط صباعي في عين اي حد يقول عليا نص كلمه. ما اتكلموا يا اخويا وقالوا وجم لغايه عندنا وحطوا جزامهم على رقبتي وما فتحتش بقي بكلمة. لا خايف من كبير ولا صغير ولا عامل حساب لحد. لحد ما بيعوك اللي انا عملته لك بشقايا. فضحت نفسك وفضحتني وبقيت قاعد قدام الحاج فتحي كرامة بقول يا ارض انشقي وابلعيني. فاضل ايه تاني ما عملتهوش فيا يا اولاد الطيب؟ فاضل ايه تاني وعاوزين تعملوه؟ معلش يا بابا حقك علينا. ده كان طيش مننا. النبي ما تعمل في نفسك كده. بابا احنا غلطانين يا حبيبي. والله هنعمل اللي انت عايزه بس اهدى بس. هو في ايه يا بابا؟ الحاج بيتخانق مع اولاده ومش راضي يفتح. طلعت اجيب المفاتيح. مش صح يا حاج تسيبهم يصفوا خلافاتهم بينهم؟ يسيبهم ده ايه؟ انزل يا بابا روح لهم للراجل يحصل له حاجه ولا يعمل حاجه في حد من عياله. حاكم دول مستفزين قوي. تلاقي حد منهم عمل مصيبه من مصايب وانا عارفاهم.
بقول لك ايه، خد رأفت معاك. يلا رأفت روح معايا. ما ينفعش يا رحمه، دي شكلها مشكله عائليه وما يصحش يعني اتدخل فيها. يا ابني ما فيش تكليف بيننا وبينهم، بس الحاج مش طبيعي، انا خايف عليه، ما بيتهورش ابدا بالشكل ده. بابا ايه ده، انت عصبي قوي وبترتعش. بقول لك ايه، خليك انا هنزل اشوف ايه. لا لا، انت تنزلي ولا رأفت ينزل، انا اللي هنزل. استرها معانا يا رب، استرها يا رب. ايه ده يا ابراهيم، حرام عليك اعصابك يا اخي، وانت يا اولاد ما تلموا نفسكم وراعوا ربنا في ابوكم. انت بتكلم مين يا عبد الله؟ هم دول عندهم ضمير ولا ذمه؟ غلطنا يا حاج عبد الله، غلطنا كتير. اي غلط مهما كبر مردود، وابوكم يعرف ربنا كويس. ان الله غفور رحيم يا حاج. مديحه، مديحه حبيبتي، رد عليا يا بنتي. مديحه، مديحه. ايه يا حاج، في ايه؟ مديحه مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي جرى؟ مش عارفه يا اختي ايه اللي جرى لها. بقول لك ايه، نعم. اجري كلمي ابوها، اخواتها، كلمي كلهم بسرعه، اتحركي. من عينيا يا حاج. يا حبيبتي يا بنتي، ردي عليا يا مديحه. اي دادا؟ لا معرفش راح فين. ايه؟ طيب طيب انا جايه حالا. والله ما اعرفش يا ام حسن، انا رجعت البيت ما لقيتوش، حتى ما سابليش خبر. اوكي انا هحاول اوصل له وبكلمك. طب قولي لي الاول، هو في ايه؟ ايه ده بجد؟ ده حصل امتى؟ الو. ايوه مين؟ ايوه يا ام حسن، مالك في ايه؟ طب اهدي اهدي، مش فاهمه حاجه. الحاج تحت. مالها مديحه؟ يا لهوي. طيب طيب طيب، انا هخرج لكم على طول، مع السلامه. دي مصايب يا عبد الله، بلاوي وحطت على دماغنا. ده انا عشت عمري لا كدبت ولا استحليت قرش حرام ولا بصيت لواحده غير امهم، تبقى هي دي مكافئتي؟ إن الله غفور رحيم يا حاج. الحق يا حاج، أم حسن اتكلمت وبتقول إن مديحة وقعت من طولها. يا عيني عليك يا حبيبتي، يا عيني عليك يا بنتي وعلى اللي جرالك. إحنا السبب، إحنا السبب في كل اللي حصل لها ده. ما تعمليش في نفسك كده يا حاج، إن شاء الله هتفوق وهتبقى كويسة صدقيني. يا رب اسمع من بقك ربنا، يا رب استرها يا رب. بقول لك إيه يا حبيبتي، بتبتي معانا الليلة دي؟ طبعا يا حاج، مش هروح الا ما اطمن عليها. هيقلي عندها انهيار عصبي، وافضل نشوفها اخصائي اعصاب. اعصاب؟ على العموم انا هتصل بدكتور اعرفه. طب يا ابني اللي تشوفه اعمله. طمن يا حاج، ان شاء الله ازمه وهتعدي. الو. يا دكتور شريف ازيك؟ انا الدكتور رأفت القماش. شفت يا ماجد اللي عمله بابا فينا؟ مش وقت يا ثابت، اختك لسه تعبانه. لا يا ماجد، بابا بيعمل حاجات مش صح. مش كفايه انه حرمنا من ثروته وقعد لنا على الواحده؟ واحده؟ ده انا كنت مديونه كان هيخربوا بيتي، ولما طلبت منه يساعدني قال لي مالكش فلوس عندي. طب ما انا نفس الحكايه، وفي الاخر قفل المعرض. والله العظيم اللي بيحصل ده ظلم. المهم بقى ان بابا اللي عامل فيها نفسه راجل جد ومستقيم، شكله كده في الاخر هيطلع زي سي السيد. يعني ايه؟ تفتكر احنا طالعين لمين؟ انا غاوي نسوان وانت بتحب اللعب والسهر، يبقى ايه رايك بقى لو قلت لك ان بابا احتمال كبير قوي يطلع ابن ليل وبتاع مزاج بس مستخبي؟ ننسى كل الناس.
عمي. اهلا اهلا، ازيك يا ابني؟ رحمه بنتي فاكرها؟ والله انا لما سافرت كانت هي لسه صغيره، بس طبعا فاكرها. اهلا بحضرتك. اهلا يا مدام. اهلا يا ابني. في الحقيقه عمي انا من الصبح بلف في الحته هنا بدور على حته ارض اشتريها، بس دي حته قديمه لا فيها بيع ولا شراء، ما تشوف في حته جديده؟ طب على الاقل الاقي محل واسع. والمحل ده هتعمل فيه ايه؟ يعني كنت عايز اعمل منفذ لبيع السلع التموينيه باسعار مخفضه لاهل الحته، يعني زي جمعيه تعاونيه كده. والله خير ما تفعل يعني. طيب انا هسبقك يا بابا. اتفضلي يا بنتي. باذنك. انا حاسس ان عليا دين كبير قوي لاهل حتتي، عشان كده قررت ان اخد مكتب هنا اباشر فيه شغلي واقابل فيه الناس. الله، هو انت ناوي تترشح في الانتخابات ولا حاجه؟ والله يا عمي انا مالي غرض للموضوع ده ابدا. ولقيت يا ترى المحل اللي ينفع للمشروع ده؟ لقيت بس مش واسع قوي. المهم عندي موضوع السرجه القديمه. سرجه الطيب تنفع مصنع كبير قوي شغل كل اهل الحته دي كلها، بدل عادتهم على القهاوي كده ومد الايد. والله يا عفارم عليك، ده العيال مش لاقيه شغل وبتطلع تشتغل بره، مصنع في الحته يفيد، وهو الاجره هتبقى ايه كويسه جدا جدا، لان لا فيه لا مواصلات ولا مصاريف، والعامل منهم يطلع يتغدى له ساعه في البيت ويرجع تاني. طب يا ريت. خلاص يا حاج، يبقى بقى هتكلم لنا الحاج ابراهيم، والبركه فيك انت. انا متهيألي الحاج مش هيتاخر تحت اسمك. اتفضل يا حاج. هاتها جمايل وادى للمايل. شيخ غزال. ده مين يا ب... انا عباس ابن سعيد. فخص عليك وعلى اللي جابوك. وعباس ده حكايته ايه يا بابا؟ والله يا بنتي هم كانوا عايشين عندنا هنا في الحته. ابوه كان راجل طيب، كان عنده مشاكل كتير صحيح، بس برضه كان راجل طيب. توفى وانت لسه صغيره. اما بقى عباس فقعد يتلطع من هنا لهنا، خناقات ولبش، وفجاه اختفى، لا نعرف راح فين ولا بيعمل ايه. والكلام ده من قد ايه؟ من يجي 20 سنه. طب وايه اللي رجعه بعد المده دي كلها؟ رجع بعد ما ربنا فتحها عليه، راجل اصيل برضه. مش عارفه يا بابا، انا ما ارتحتلوش ابدا. طريقه كلامه كده عجيبه وحركاته كده غريبه، انا مش مرتاحه له، وعيني زيغه بشكل. بس انا بيقف قدامي مطاطي راسه محترم. طبعا يا بابا لازم يقف قدامك محترم غصب عنه. قولي عملت لنا ايه في عينات القماش؟ بص يا بنتي ما تبصيش على الالوان، بص على القماشه. طبعا استاذ. حلوين يا بابا، بس دول ما ينفعوش تيشرتات. لا، ما هو انت لو هتعملي جونلات او بنطلونات خدي القماشه دي، فتلتها محمله وفيها خيط لنو ينعمها. يا حلو انت بتاع لنو. طيب يا حبيبي تسلم ايديك، ممكن انزل معاك بكره ولا بعده نجيب عينات التيشرتات؟ من عيني دي ومن عيني دي. تسلم عينيك يا حاج يا قمر انت. انا عاوز اعرف دلوقتي ناويين تقفوا زي الرجاله وتشتغلوا في فلوسكم وممتلكاتكم، ولا نفضها سيره؟ يا بابا احنا اولادك وطنعين لك في كل حاجه، انت ليه بس مش مصدق ان احنا زي حضرتك وممكن نفلح في الشغل؟ انتوا اولادي صح، عشان امكم ست طيبه، ولاد حلال لان على حد علمي ما دخلش جوفكم انتوا الاثنين حاجه حرام، لكن برضه طالعين انتوا الاثنين تحبوا الحرام زي عينيكوا، وده اللي ماليش فيه ابدا. طب ايه رايك يا بابا نفتح صفحه جديده وننسى بقى المشاكل والهموم؟ هنفتح صفحه جديده وهنسى كل اللي عملتوه، بس المهم انتوا كمان تساعدوني عشان انسى. كلنا هنتغير، بس اهم حاجه والنبي يا بابا ثق فينا بقى وعاملنا اللي احنا كبار. موافق، بس اعملوا حسابكم انتوا الاثنين، عشان اي حد فيكم يمسك مصنع محتاجين تدريب. يا بابا هو احنا جايين من البيت؟ ما احنا عندنا خبرة. خبرة؟ عندنا خيبة. خلاص قلنا ننسى اللي فات، محدش فيكم يكلمني عن اشغالكم. من هنا ورايح انا اللي هقول لكم تعملوا ايه وازاي. انا لازم اكلم مديحة اطمن عليها، مش معقولة اسيبها لوحدها كده في الظروف دي. انت ما تكلمش مديحة دي من اصله، انت عايز تصغرنا ولا ايه؟ ايوه، وبعدين الراجل بتاع الحلاوه ده لازم يجي لغايه هنا ويتحايل علينا عشان نوافق اننا نناسبه كمان. دي اقل طرديه على فكره يعملها، قال بيرفضنا. قال انا ماليش دعوه بالمواضيع دي كلها، انا اللي صعبان عليا في ده كله مديحه. انتوا مش متخيلين انا وهي بنحب بعض قد ايه. لا
يا روحي يا روحي بجد دلوقتي هيمان وبتحبها وبتعشقها؟ ده من امتى يا حبيبي؟ ما كنت مش عايز تخطبها في الاول. ايوه مساء الخير يا ست رحمه. مساء الخير. انا جارت حضرتك في الشارع اللي ورا وعايزه حضرتك في كلمتين ممكن؟ اتفضلي يا حاجه. اهلا وسهلا. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يجعله عامر. ربنا يخليك. اموري خير؟ الامر لله. من كتر ما بسمع على كرم حضرتك وذوق حضرتك واخلاقك قلت اجيلك تشغلي بنتي عندك. حاضر يا حاجه من عينيا الاثنين. تسلم عينيكي. انت عارفه من يوم ابوها وما مات وانا بصرف عليها وعلى اخواتها مدارس والعيشه غاليه والحياه كل مدى بتغلى وبتغلى. انا عارفه. هي معاها شهاده ولا لسه بتدرس؟ لا خلصت معاها دبلوم تجاره. طيب كويس قوي. خليها تعدي عليا بكره بالنهار في المحل. انت عارفه المحل فين؟ على اول الشارع. كويس قوي. خليها تعدي عليا وانا ان شاء الله هشغلها. الهي يجعلك تدي ما تاخدي ويسترها معاك يا رحمه بنت حواء وادم ويكفيك شر ولاد الحرام يا كريم يا رب. ربنا يخليك يا حاجه. متشكره قوي. العفو يا ست. تشربي ايه بقى؟ شكرا. علشان اللي سايبه العيال لوحديها. طب استني بقى انت رزقك واسع. اكتر منك. استني خدي بقى دول العيال بس ايه ترجعيلي المفرش. ها طب وايه لازمته يا ست؟ لا ده ولا حاجه. حاجه الهي ما تحرم منك ويجعله عامر دايما يا رب. ربنا يخليك. شرفت يا حاجه. الله يخليك يا ست الكل. مع السلامه. ما تنسيش المفرش. عينيا والطبق هجيبه لحضرتك حالا. مع السلامه. الله يبارك لك يا رب. سلام. دايما عامر يا حبيبتي. ربنا يخليك. الله يخليك يا ست. صباح الخير. صباح النور. خير يا دكتوره هاله؟ مدام رحمه الجماعه دول كلهم ارامل وبيتعالجوا عندنا هم واولادهم وما عندهمش اي دخل ثابت غير الاعانه الشهريه بتاعت الجمعيه. ومبلغ الاعانه تقريبا قد ايه؟ 50 جنيه. 50 جنيه بس؟ طيب واللي يوفر لكم شغل يحقق لكم من 350 ل 500 جنيه في الشهر تعملوا له ايه؟ لا ده كفايه. يا ريت طبعا. يا ريت يا استاذه. طيب اتفضلوا استريحوا وانا هفهمكم على كل حاجه. يا حبيبتي يا بنتي هتفضلي غايبه عن الدنيا كده لحد امتى؟ فوقي يا مديحه. فوقي يا ضنايا عشان حبايبك اللي بيحبوكي. مديحه فوقي يا بنتي فوقي. وبعدين معاك يا ام حسن انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ وبعدين بتفولي عليها ليه؟ ان شاء الله هتبقى كويسه وتبقى زي الفل كمان. ان شاء الله يا حاج. ان شاء الله يا رب. مديحه يا حبيبتي مديحه ردي عليا ردي على ماما حبيبتي. مديحة مديحة رد عليا يا رب ونبي تشفيها وحياة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. يا رب. صباح الخير يا حاجة. صباح الخير. عاملة ايه مديحة دلوقتي؟ زي ما انت شايفة. معلش يا حاجة ما تأخذينيش انا اتشغلت شوي قلت اخطف ساعة اطمن على مديحة وارجع لهم تاني كان نفسي ما سيبكوش ولا لحظة. رأفت جاي وراها يطمن عليها دلوقتي. كتر خيرك يا حبيبتي تعبناكي معانا. تقوليش كده يا حاجه دي اختي. مديحه الف سلام عليك. مديحه رد عليا يا حبيبتي. مديحه طمني هتبقى كويسه ما تقلقيش. حبيبتي مديحه الحمد لله على السلامه. مديحه فتحتي يا حبيبتي ردي عليا. ماما يا حبيبه ماما يا حبيبتي الف سلام. انا مش مصدقه. مديحه ردي عليها كمان مرة. يا حبيبتي يا مديحة هبلغ بابا على طول. يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الورد فتح. يلا بقى عشان تمشيني بالعربية. مديحة بقت يا حاج الحمد لله. فرحيني يا ام حسن قامت. الحمد لله اتفضل يا حاج. الحمد لله. امال الحاجه فين؟ بتصلي يا حاج. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الحمد لله الحمد لله. كده يا مديحه تخضين عليكي كده؟ مش فاهمه اي حاجه يا بابا. في ايه؟ مش فاكره اي حاجه. على العموم معلش مش مهم. السلام عليكم يا فردوس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه يا حاج. الله يسلمك. اسمع يا حاج. نعم. مديحة بنتي ما عنديش أي استعداد الحالة اللي حصلت لها تحصل لها تاني. ومين سمعك يا فردوس؟ ما أنت عارفة. أنت عارفة مديحة عندي إيه. أنا عارفة يا حاج بس عارفة كمان رأيك في عيلة الدارة مالي.
هو انت فاكره ان رأي في عيله الدرمالي هو السبب في اللي حصل لها ده؟ بنتك حساسه يا فردوس، والسبب ان انا اتكلمت معاها ناشف شويه، لكن انا ناوي امشي معاها واحده واحده ان شاء الله. واحده واحده؟ هو انت لسه مش موافق؟ هو ايه اللي اتغير يا فردوس؟ اللي اتغير يا حاج اننا ممكن ما نلاقيش البنت خالص، ممكن تضيع من ايدينا، ولا الواد ياثر عليها وياخدها وتطفش ويسيب لنا البيت. الكلام ده مش عاجبني يا فردوس، ومش عاوز اسمعه تاني. اهلا يا دكتور رب. دي حامله يا ام؟ الحمد لله يا ابني، الحمد لله فاقت والحاجه عندها. الخير على قدوم الوردين، وشك حلو علينا يا ابني. ممكن تبقى لاقي يومي موجود؟ اتفضل استريح وانا هديهم خبر. اتفضل. يعني يا حاج انت ما شفتش اللي حصل؟ وماله نعالجه، لكن ما نداويش غلط بغلط ابدا. يعني البنت تروح مننا؟ لا يا ابراهيم ارجوك اعمل معروف. جرى ايه يا فردوس؟ هو انت عاوزاني ارمي بنتي في النار عشان هي مش عارفه انها نار؟ ما هياش نار ولا حاجه يا حاج. انت اللي بتقولي كده يا فردوس؟ هو انت مش عارفاهم؟ وهي الناس كلهم زي وزيك يا حاج، في ناس مش زينا وعايشين. عايشين زي عيله الدرمالي، فشخره كدابه. بنتنا مش هتبقى زيهم يا حاج، بنتنا هتبقى زي ما اتربت في بيت ابوها وامها. وبعدين معاكي بقى فردوس، كفايه بقى، ما تخلينيش اغلط. طمني يا رأفت، هتبقى كويسه؟ ان شاء الله هتبقى كويسه. الموضوع نفسي يا رحمة. انا عارفه ومحتاره، مش عارفه الومها ولا الوم الحاج. وبيني وبينك هو عنده حق، سمير ده مش مريح ابدا، وشكله كده داخل على طمع. ايوه يا رحمه، بس هي عايزاه. هي دي المشكله، حبها اعمى يا رأفت، لسه صغيره ما عندهاش خبره. عموما ربنا يسعدها يقدم لها اللي فيه الخير. امين يا رب. انت هتمشي؟ ايوه. هتيجي معايا؟ لا انا هقعد معاها لغايه ما تفوق واطمن عليها، هشوفك بعدين. دكتور رأفة. دكتور رأفة، انت عارف مقدارك عندي قد ايه ومعزتك عندي قد ايه. شكرا يا حاج، ربنا ما يحرمنيش منك. ولا منك يا رب. في الحقيقة كان ليا عندك طلب، بس ارجوك ما تكسفنيش فيه. عمري ما اقدر اكسفك يا حاج، اطلبي مني اللي انت عايزاه، ولو مش في ايدي هعمل اي حاجة عشان انفذه لك. ربنا يخليك، وده عشمي فيك برضه. أنا دلوقتي يا حاج بكلمك بصفتي طبيب، طبيب خايف على مريضته اللي هي في الأصل حد عزيز عليا قوي. هي أكيد اختارت طريقها يا حاج، كل اللي في إيدينا دلوقتي إننا نساعدها فيه، لأن الأكتر من كده مش هتستحمله منك أنت بالذات يا حاج. لازم تعرف يا رأفت يا ابني انك بتكبر في عيني يوم عن يوم، بس عايزك كمان تفهم ان انا ما رفضتش اختيارها ده عشان عايزك انت، لا انا راجل عاقل، انا رفضت اختيارها لانه من وجهة نظري اختيار غلط. ايوه يا حاجة، بس دلوقتي الظروف مش سامحة قوي انك تتمسك برأيك. يا ابني أنا إذا كنت النهارده بخسرك كنسيب وزوج لبنتي، أرجو من الله إني ما أخسركش كابن عزيز عليا. ده مش هيحصل أبدا يا حاج. طب أستأذنك أنا. طيب يا ابني، مع السلامة. أهلا. سلام. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. هو مديحة فعلا فاقت وبقت احسن من الاول كمان. طب الحمد لله. الحمد لله. طب استأذنكم انا. ماشي يا دكتور. ميرسي يا حبيبي، تسلم. الحمد لله على سلامة مديحة يا انكل. الله يسلمك يا بنتي. طيب انا هطلع اطمن عليها بقى. you
مديحة بقت معاك وخلاص. عايزك تقسي التوب الأزرق ده وتقولي كم متر. حاضر. أنا رايح أصلي العشاء وراجعلك. طيب يا بابا أكون خلصت جرد. عايزة حاجة؟ سلامتك. الله يسلمك يا بنتي، سلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الفل يا ست الكل. اهلا يا اسطى، ازيك؟ وصلت لك الخامات؟ وصلت وتمام التمام. طب قول لي امتى هتسلمني العينات؟ هفوت عليك بكره تختاري معايا الاكسسوار بتاعتهم وتراجعي الفينش. وهتسلمني امتى؟ بعد يومين. يومين مش اكتر. ماشي، سلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا يا حاج. ازيك يا رحمه؟ الحمد لله تمام. اللهم لا ابوكي فيه. راح يصلي في الجامع وراجع على طول. ما شفتوش يعني وراجع؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، بنغير نشاط المحل. ابوكي قال لي؟ ايوه، اتفقت انا وهو نعمله معرض ملابس واحنا اللي هنصنع. اتفضل يا حاج، اتفضل. تشرب ايه؟ ولا حاجه. يعني حكالك. حكالي والفكره عجبتني قوي وعاوز اشارككم. معقولة يا حاج عايز تشاركنا احنا؟ اصل الموضوع ده محتاج شوية سيولة. ايوه السيولة موجودة والحمد لله. يا بنت اسمعيني للاخر، ما انا عارف، خلي اللي معاكي معاكي، ربنا يزيد ويبارك. بعدين انا من زمان نفسي اشارك ابوكي وما حصلش نصيب، وهو جه الوقت. طيب مدام حضرتك قلت كده بقى، فانا كان في دماغي اني اعمل مشغل، يعني اشغل فيه ستات بتوع الحارة. حضرتك طبعا عارف ان معظمهم يعني ارامل، وفي منهم اللي بيربوا ايتام وما عندهمش مصدر دخل، وهو بالمره يكسبوا لهم صنعه تنفعهم. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكي. احنا كمان هنبيع بسعر التكلفه مع هامش ربح بسيط، ايه رايك؟ يعني وافقتي؟ هو انا اقدر اقول لا؟ خلاص على بركه الله. مالك يا حاج؟ انت كويس؟ الحمد لله. انا لما بتكتر عليا الهموم، ابوك عارف، اخد بعضي واجي على السيده، اصلي ركعتين، ربك يزيح الهم من عنده. ربنا يشيل عنك ويريح بالك. مع السلامة يا طيب. مع السلامة يا إبراهيم. بيقول ايه الراجل ده؟ سلموا عليه. طيب جالكم عشان تسلموا عليه. عاش يا غزال. عايزك روح روح يا طيب، انت مشوارك طويل. قول يا شيخ غزال ما تتعبليش اكتر ما انا تعبان. بقول لك عايزك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خطوة عزيزة. الراجل ده ماله؟ ده في ملكوته، شطحة من شطحاته. طب يلا بينا على البيت. يلا. إلا بالمناسبة، فاكر سعيد صاحب الفرن القديم؟ فاكر، الله يرحمه. ابنه ما شاء الله ربنا فتحها عليه، وجاي يشتغل وينفع الحتة، وعاوز ياخد السرجة. ياخدها ازاي يعني؟ يشتريها. يشتريها مرة واحدة؟ ما هو سأل عن قيمة الأرض هنا، وبيعرض 4 مليون. وانت ايه رايك يا عبد الله؟ رأي رايك يا ابراهيم. انت ليك مصلحه معاه؟ مصلحه؟ على فكره انا مش هزعل منك، لاني عارف اللي جواك. انا ليا مصلحه مع الخير، وكل واحد بيعمل خير انا هقف معاه. اذا كان قصدك كده يبقى ليا مصلحه. طب خلاص ما تبقاش حمقي قوي كده يا عبد الله، انا مش هبيع. يلا بينا على البيت. يلا. طيب طيب نازلة. كان من حبك أجمل صدفة لما قابلتك. قولي لي مبروك. الله يبارك فيكي. انا بتكلم بجد، قولي لي مبروك يا حبيبتي. ما انا عارفه، الف مبروك. طب يلا اركب. اركب فين يا مجنونه انت؟ عايزه اعزمك على الغدا واقعد اتكلم معاكي شويه. يا حبيبتي انا النهارده مشغوله، لازم اروح المستشفى، وبعدين اعدي على المحل اشوفهم بيعملوا ايه، وبعدين اروح السوق اشتري شويه خامات. يعني النهارده مش هينفع، خلينا بكره. بكره ايه يا رحمه؟ انا متلخبطه وما عنديش حد اتكلم معاه، بليز عشان خاطري. طيب يا دلوعتي. قوي 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 يا سمسم. خلاص بقى اتجوز مديحة. الحمد لله. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا بابا. حقيقي
حقيقي يا سامي انا ما فرحتش يوم باكي زي ما انا فرحانه النهارده. ليه يا هانم؟ هما اللي لازم يفرحوا. بس انا بقى بصراحه كل اللي هممني وقلقني شويه هنتقدم لهم بايه، وخصوصا ان اليومين دول يعني ظروفنا مش ولا بد. ما تقلقش من الموضوع ده خالص يا بابا، انا جايبه لك معايا 100,000 جنيه عشان ندخل عليهم بقى بحبه هدايا ونعمل حبه مناظر. صحيح احنا هنروح ازاي؟ انت مش بتقولي قال خلوا سمير يجي لي؟ معلش سامي بيه اتفضل. طب ودي تفرق في ايه يا خيريه؟ الا تفرق يا سامي، خلي بالك ده راجل بلدي وكل كلمه عنده بحساب. يا ستي نروح كلنا وخلاص بقى؟ لا طبعا ما نروحش، لا يفكروا ان احنا مدلوين عليهم ولا حاجه. يا بنتي ما هو كده ولا كده برضو هنروح في الاخر. بصوا انا هقول لكم، سمير يروح في الاول ولما يقول له سامي بيه ما جاش ليه نقوم كلنا رايحين مع بعض. حكم الحاج ابراهيم ده راجل مش سهل ابدا. انا مبسوطه قوي عشانك، اللي انت عايزاه اهو حصل والحمد لله. بس عارفه على قد ما انا بحب سمير على قد ما انا قلقانه من اهله، اصلهم مش شبهنا خالص. والله انت حيرتيني، هو ده مش اختيارك، اتحملي بقى النتيجه. بس عارفه يا رحمه كان نفسي بابا يبقى راضي عنه بجد. انتي ساكته ليه يا رحمه؟ بسمعك كلامك مش عاجبني، قاعده بتفكري في حاجات مش وقتها دلوقتي. انتي ليه بتسبقي الاحداث؟ سيبي الايام هي اللي تعمل كل حاجه، وابوكي لما هيشوفك سعيده اكيد هيحبه وهيرضى عليه. ما تشغليش بقى بالك بالحاجات دي دلوقتي. والله عندك حق، خلي قلبك يفرح وسيبيها على الله. عطا ما جاش يعني؟ على وصول يا حاج. وصبري بلغته وهيكون موجود. وثابت وماجد جم ولا لا؟ ثابت عند المدير المالي، او تحديدا يعني يا حاج مع سكرتيره المدير المالي. بيعمل ايه مع السكرتيره؟ الحقيقه ما تزعلش مني يا حاج، ثابت من صباحيه ربنا مع السكرتيره وهي يعني بنت يعني كده. ما تتكلم دغري يا سليم، في ايه؟ هي بنت من البنات بتوع اليومين دول يا حاج اللي طريقتهم ما تعجبكش. دي حتى لما جت تشتغل كسكرتيره للمدير المالي كنا مستغربينها شويه، انما حضرتك قلت هو حر يعين سكرتيرته بطريقته. ايه ما عندهاش مؤهلات ولا ايه؟ بالعكس يا حاج، دي خريجه الجامعه الامريكيه وبتتكلم لغات زي اللبلب. انا ما بحبش اخد الناس بالمظاهر، ما دام شايفه شغلها يبقى خلاص. المهم ثابت عندها بيعمل ايه؟ ما اعرفش يا حاج، علم علمك. مش يمكن يكون بيستفهم منها عن حاجه في الشغل؟ جايز. وماجد؟ ما جاش يا حاج. انا لازم اروح للواد ده واشوفه بيعمل ايه. يا بنتي انا بقالي مرتين باخد الدواء ولما باخد الانسولين كاني ما خدتوش، لما السكر هرب بدني. وانا اعمل لك ايه يعني يا حاج؟ انت جبت لي وشته وانا صرفتها لك، اعمل لك ايه تاني؟ شوف يا بنتي اللي يكون الدواء مش هو. لا هو اللي كتبه لك الدكتور. اعمل ايه بس؟ انا جاتني غيبوبه سكر وهي طالعه من طولي. بقول لك ايه، عندك اي مشكله ارجع للدكتور، انا ماليش دعوه. لو سمحت يا حاج ممكن تستناني هنا شويه؟ حاضر يا بنتي. انا هحل لك مشكلتك ان شاء الله. حاضر. ممكن افهم انت ليه بتتعاملي مع المرضى بالطريقه دي؟ يا فندم هو جاب لي روشيتا وانا صرفتها له، اعمل له ايه تاني؟ ما تعمليش حاجه، مش قادره تعملي حاجه، على الاقل اتكلمي معاه بطريقه فيها انسانيه شويه. ما انا كلمته كويس. لا كلمتيه كويس ازاي؟ الناس تعبانه. خش خش جوه، خش جوه، حط الحاجه دي جوه. طب جوه. مصيبه سودا وحطت فوق دماغك يا ابراهيم يا طيب، يا نهار اسود. علياء علياء يا بابا. دي بنت صغيرة لسه خارجة من ثانوي مبقالهاش سنة. انت ايه؟ شيطان. يا بابا اهدى ارجوك واسمعني. اعمل معاك ايه يا صبري؟ اعمل معاك ايه يا صبري؟ اعمل لي خدام العمر كله انا وعيالي ننهش في عرضه يا كلب. يا بابا اهدى بس واسمعني، اسمعني اسمعني. معاك سمعني. انا مفيش بيني وبين البنت دي اي حاجة. كذاب كذاب وستين كذاب كمان. تقدر تقول انت كنت فين امبارح؟ انت جاتلك مكالمه تليفونيه ونزلت على طول على مركز الصيانه اسمه العلياء، مرتك قالت لي على كل حاجه. ايه مركز علياء ده؟ يا بابا افهم، هي كلمتني وطلبت مني اني اقابلها. ومامرت ايه تطلب منك طلب زي ده؟ هي بقى لها فتره بتتقرب مني وانا مطنشها، وبعدين زي ما حضرتك قلت دي بنت الاستاذ صبري، هو انا مجنون؟ ايوه مجنون. يا واد انا عجنك وخبزك كويس قوي. فاكر لما كنت في الثانوي وكانت المدرسه اللي بتجيلك اكبر منك مرتين، كنت بتعاكسها طفشت منك
جاتك 60 خيبة عليك وعلى شكلك. يا ماما والله العظيم ما حصل، هي طلبت مني اني اقابلها بس انا ما رحتلهاش. ودلوقتي البنات هم اللي بقوا بيطلبوا المقابلة؟ خلاص يا حاج، بيقولك ما رحلهاش. وبره فاني وخيمة كنت في ديسكوتيك. ايه؟ مكان يعني للشباب بيرقصوا فيه. طبعا. هو انت بقيت فاضي غير للرقص والمسخرة؟ ومين بقى اللي كانوا معاك في المخروب ده؟ كنت مع ناس ما تعرفهمش. يعني البنت ما كانتش معاك؟ اقسم بالله وحياة ولادي، انا ما شفتها ليلتها من اصله. امال هي طلبت تقابلك فين؟ في حته كده قريبه من كورنيش المعادي. مش معنى الحته دي يعني؟ انا قابلتها هناك مره صدفه، ولما طلبت تقابلني قالت لي قابلني ضروري في نفس المكان اللي اتقابلنا فيه المره اللي فاتت. ولو ظهر ان كلامك مش مظبوط يا ثابت، يبقى اعمل اللي يعجبك. طيب قول لي مين اللي كانوا معاك. يعني هي اتصلت بثابت عشان تروح تقابله في المكان ده، لكن هو ما راحش. والله هو ده اللي قاله لي وانا مصدقه، بس برضو قلت اجيلك عشان تشور عليا، انت مش غريب. طب عموما انا هشوف ايه الموضوع وربنا يستر، بس لازم تبعت لي ثابت اتكلم معاه. انت فاهم طبعا مصيبتي ايه، ده ابني وده صاحب عمري واقرب واحد من رجالتي ليا، والبنت دي زي بنتي بالظبط. ربنا يستر يا حاج، وانا هقدر اعرف اذا كان متورط في حاجه ولا ملوش علاقه من اصله. الو، ايوه هي النمره صح. ايه؟ طب حاضر، انا هجيب بابا واجي حالا. حاضر حاضر، شكرا بابا. ايه في ايه؟ بقى عليها في المستشفى. ايه مستشفى؟ بصوا يا رب. ليه بنتي في المستشفى؟ بتعمل ايه انت؟ بتعمل ايه؟ خلاص كفايه بقى، احمدوا ربنا ان البنت معانا وسليمه، ما فيهاش جروح ولا حاجات خطيره. الحمد لله. قلت لك يا اعتماد 100 مره لبس الصيغه في الظروف دي غلط، أكيد حد كان عايز يسرقها عشان شوية الحاجات اللي لابساهم. الدنيا ما عادتش أمان. يا صبري قولي الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. يا سليم خلصت الإجراءات؟ كله تمام يا حاج. طيب يا صبري أنا مضطر أستأذن. ألف شكر يا حاج، تعبناك معانا. ما تقولش كده. اتفضل. خليك 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 وطمنوني. يلا يا سليم. اتفضل يا حاج. يا ترى يا بنتي ايه اللي جرالك يا بنتي يا حبيبتي؟ يا رب يا رب عدي عنا على خير يا رب يا رب. ايه يا اعتماد؟ بنتك موجوده والحمد لله، ومهما كانت حالتها لازم نقول الحمد لله. الحمد لله، استر يا رب، استر، قلبي مش مرتاح، استر يا رب. حضرتك ولد علياء صبري؟ أيوه يا دكتور. طب اتفضل معايا لو سمحت. يا صبري أنا طمنتك بعد كشف الظهرية على علياء، والحمد لله ما كانش فيه كسور ولا جروح شديدة، لكن إحنا بعد كده عملنا عرض عام عشان نقدر نعمل تأجيل طبي شامل عنها، والحمد لله مسألة الجروح والإصابات ربنا ستر فيها قوي. لكن للأسف يا أستاذ صبري، البنت تعرضت لواقعة اغتصاب عنيفة. أنا عارف طبعاً إن دي صدمة كبيرة ليك، بس برضو دي صدمة بالنسبة للبنت، علشان كده أنا قلت أتكلم مع حضرتك وأقول لك إزاي هنتصرف معاها لما تفوق. أنا عايزة أفهم ليه الدكتور خد أبوك لوحده، ما أنا كمان أمه ومن حقي أعرف إيه اللي حصل لبنتي. يا ماما تلاقي أي أوراق رسمية وعايزين بابا فيها. تلاقي لا، قلبي قايد في النار يا ناس، انا حاسه ان بنتي في رفيع حي. يا رب يا رب يا رب عدي على خير، انا قلبي عمره ما كدب عليا يا ابني. ربنا يستر يا رب، يستر يا رب. هو اتاخر ابوك كده ليه عند الدكتور؟
صبري رد علي؟ الدكتور قال لك ايه؟ يا صبري حرام قالك رد علي، انا مش قادره استحمل. لا 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 يا صبري، لا لا قولي لي فهمت غلط. لا يا صبري. عاجبك المكان؟ هو كويس، المكان كتير شوية على المكان بس مبدئيا تمام. أنا حطيت كل الفلوس اللي حيلتي في المشغل واشتريت مكان غالي بس معرفتش أديره وخسرت، وعشان كده فكرت أبيعه وأسافر. عشان أكون صريحة معاكي، أنا إمكانيتي متسمحش إني أشتري المكان، بس أنا عايزة أأجر. طب والمكان؟ والله لو اديتيني سعر كويس للمكان ممكن أخده منك وأبقى وفرت تمن مكان جديد، بس أنا أهم حاجة عايزة أعرف إيجار المكان قد إيه؟ والله أنا ممكن أديكي المكان بنص سعره لأنه اشتغل سنة كده، لكن بالنسبة للإيجار شوفي هتدفعي كام؟ مش هنختلف يعني، أصل أنا ارتحت لك قوي، باين عليكي ست محترمة. ربنا يخليكي. أنا كمان عندي اقتراح ليكي، لو تحبي تشتغلي معانا في المكان ممكن جدا تبقي مشرفة على البنات وهو تفيدينا بخبرتك. والله فكرة كويسة، متشكرة قوي. العفو، بكرة هجهز عقود الإيجار ونخلص كل حاجة. اهلا وسهلا خيرية هاني. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا عيسى حضرتك. اهلا يا خيرية هاني. اهلا، ازاي الصحة؟ اهلا يا سامي بيه. الله يخليك يا حاج. اتفضل. اهلا وسهلا، شرفتونا. الله يشرفك يا حاج. الله يخليك. شفت بقى الاولاد يا حاج؟ طلعوا مرتبين كل حاجة. واحنا ما نعرفش. ما هو ده جيل ما نقدرش عليه يا سامي بيه. اه. ده جيل كله عفرطه. قول لي بقى يا حاج، تحب نعمل الفرح امتى؟ قبل الفرح بس يا سامي بيه، مش لازم نعرف هيسكنوا فين؟ بسيطه يا حاج، احنا عندنا شقه هنستلمها واكيد هتعجبكم في كورنيش المعادي. ودي هتستلموها امتى ان شاء الله؟ يعني 9 شهور بالكتير. يعني 9 شهور وعايزين 3 شهور كمان عشان نشطبها وتلاتة كمان عشان نفرشها ويمكن اكتر، يعني بنتكلم في سنه ونص. يا حاج الوقت بيمر بسرعه، وبعدين دي اسرع حاجه ممكنه دلوقتي. لا يا سيدي، انا ما دام نويت على جواز بنتي افضل يكون في اسرع وقت، ما اقدرش استنى الوقت ده كله. بسيطه يا حاج، احنا نضغط الوقت كله ونخليه كله سنه. انا سلام عليكم. اهلا يا روحي. اهلا، ازي حضرتك يا عروس؟ ازيك يا عروستنا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ يلا يا عريس اقعد جنب عروستك. مش كده برضه؟ لا يا سامي بيه، برضه كده مده طويله. انا عايز ان شاء الله كتب الكتاب والدخله يكونوا خلال شهر. شهر؟ طب وده هنعمله ازاي يا حاج؟ على كده بقى احنا محتاجين الفانوس السحري. ولا فانوس سحري ولا حاجه يا سامي بيه، بكره ان شاء الله الحاج هتاخد عروستنا والعريس وخيريه هانم تفرجهم على شقه مديحه. بصراحه يا حاج انا مش فاهم حاجه، هو ايه مديحة عندها شقة تانية؟ أنا مجهز لها شقة من زمان، شقة 380 متر على النيل على طول. طب والحاجات دي يا حاج هنتحاسب عليها ازاي؟ ما بين الخيرين حساب يا سامي بيه، وبعدين دي هديتي المديحة. أيوه يا حاج، بس أنا كنت أفضل إنهم يعيشوا في شقة ابني اللي أنا حاجزها له. صدقني دي هتعجبكم قوي، وبعدين دي متكلفة حوالي 3/4 مليون جنيه غير الفرش. وتقدروا تاخدوا العروسة في أي وقت، تختار الفرش اللي هي عايزاه، وإحنا مستعدين نفرشه فوراً. ما انا قلت لحضرتك لما يتفرجوا على الشقه والفرش اللي فيها ان ما عجبهمش يبقى يغيروا. خلاص بقى يا سامي، ما دام الحاج قال. خلاص ايه بس يا خاريه؟ مش في حاجه اسمها اصول؟ والاصول بتقول ان الشقه على العريس. الحاج باباهم واحنا مش اغرب عن بعض. ماشي يا ستي، عشان خاطرك انت بس. وطبعا كل اللي يقول عليه الحاج لازم يمشي، انا ما اقدرش انزل له كلمه. طبعا. ويوم الخميس هتروحوا للجواهرجي بتاعنا في وسط البلد، هتلاقوا تشكيلة هتعجبكم إن شاء الله. دي هديتي بقى في كتب الكتاب. بصراحة أنا قلبي كان هيقف وانت عمال تقول وتعيد وتزيد. أنا ابني لازم يسكن في الشقة اللي أنا جايبها له، وابصلك وازغدك وبرده تقول وتعيد وتزيد. يعني افرض بقى انه كان وافق
كنا اتفضحنا. هي فين الشقة دي؟ شوفي يا اخوك يا حبيبتي، الناس البلدي بيقولوا ان الكلام معلهوش جمرك، فما يبقاش قلبك خفيف كده. وبعدين بقى الصياد الماهر لازم يبقى قلبه ميت عشان يقدر يوقع فريسته ويبلف اللي قدامه، زي كده اللي بيدير ترابيزة عمار. بصراحة انت فعلا قلبك ميت، الحمد لله اللي عدت. انت باين عليك كنت لعيب قديم يا سام. ولسه بلعب وحياتك. وانا بموت في لعبك يا شريف. كنت هموت من القلق لما عمو مسك في موضوع الشقة ده. اصلا انت مش عارف بابا ممكن فجأة يقلب ويقفل على كل حاجة. وقعدت ادعي اقول يا رب خليك معانا. انا كنت متأكد ان ربنا يكون معانا قوي. عارفة ليه؟ عشان حبي ليك يا مديحة. هتصدقيني لو قلتلك ان انا ساعات بحس بجد ان حبي ليك ده قدر ربنا زرعه جوايا. فطالما ده قدر ربنا يبقى احنا لازم ما نخافش، لازم نطمن، لان اكيد ربنا هيكتب له النجاح. وانت عارفة كويس قوي ان انا بحبك، صح؟ بس انا عايز اقولك على حاجة. ايه؟ عايز تقول ايه؟ انت كنت زي القمر النهاردة، مع ان كان في ناس كتير جدا في الخطوبة، بس انا كنت حاسس ان انا وانت قاعدين لوحدينا. لوحدنا ازاي يعني؟ معرفش، فجأة كده ما بقتش حاسس بأي حد غير انا وانت وبس. انت عارف انا كمان كنت حاسة بنفس الاحساس ده. بحبك يا مديحة. وانا كمان. نورتي يا رحمة يا حبيبتي، نجيتك دي غالية عندي قوي. ربنا يخليك. دي علياء، دي اختي حبيبتي. الو، ايوه. طب لحظه واحده معلش يا رحمه، هاخد التليفون ده يا حبيبتي وارجع لك على طول. اتفضلي خدي راحتك. عن اذنك. قولي لي يا علي، انت متاكده انك ما تعرفيش حد من المجرمين اللي عملوا كده؟ رحمه. نعم. ممكن اسالك على حاجه وتفضل سر بيني وبينك، ينفع؟ اكيد يا حبيبتي ينفع، قولي. انت طبعا عارفه ثابت. ثابت؟ قصدك ثابت ابن الحاج ابراهيم الطيب؟ ايوه. لو وحش مفترس اصطاد فريسه وسابها رماها وجا حيوان جعان كل الفريسه دي، يبقى نلوم على الحيوان الجعان ولا على الوحش المفترس اللي اصطاد الفريسة وهو شبعان وسابها؟ انا مش فاهمة انت عايزة تقولي ايه، وايه علاقة ده بثابت؟ انا ما جبتش سيرة ثابت اصلا. انت دلوقتي سألتيني على ثابت. قصدك الوحش؟ الوحش؟ ايوه الوحش. طيب يا حبيبتي اهدي اهدي بس وركزي في صحتك، وان شاء الله لما تبقي كويسة وتخرجي من المستشفى انا مش هسيبك ابدا، هاخدك تشتغلي معي وكل حاجة هتبقى كويسة. اتفق لي في وجه الله خير. ايه رحمة يا حبيبتي؟ سبتيها ليه؟ قلت سيبها تستريح شوية. ما تقلقيش ان شاء الله هتبقى كويسة، اطمني. يا رب. خير يا بنتي؟ البنت عاملة ايه؟ والله يا بابا مش كويسة ابدا، ربنا يستر. ليه كف الله الشر؟ مش عارفة، الموضوع كده متلخبط وشكل الحاج ابراهيم هيتورط فيه. ايه؟ الحاج ابراهيم؟ ربنا يستر. ايه دخل اللي حصل لعلياء بالحاج ابراهيم؟ بابا في لخبطه جامده قوي، يا رب يا رب اللي في دماغي يطلع غلط. يعني اخر حاجه افتكرتيها عربيته اللي ركبتيها في الحته الفاضيه دي. طب تقدري تفتكري كانت الساعه كام بالظبط؟ حوالي 7:30. وركبت ايه وانت رايحه له مكان ما قابلتيه؟ ركبت تاكسي. تقدري تفتكري اوصافه؟ لا مش فاكره. طب تفتكري انه طلع منديل مثلا من جيبه فيه ماده مخدره حطها على مناخيرك، ولا عمل ايه يعني عشان تفقدي الوعي؟ شربك حاجة مثلا كانت معاه؟ أنا مش فاكرة حاجة خالص. طب ركزي معايا شوية، هسألك سؤال مهم أوي.
تعبت نفسك ليه بس يا حاج؟ تعبت نفسي ايه يا صبري؟ دي منك. ربنا يخليك لينا يا حاج وما يحرمناش منك. ما تدخل يا علاء يا ابني، شوفهم اتأخروا ليه؟ عايز ادخل اطمن عليه. حاضر يا بابا. خير يا حضرة الضابط، وصلتوا لحاجة؟ أيوة حاج. يعني عرفتوا مين اللي عمل الحكاية دي؟ عرفنا حاج. طب الحمد لله، كويس أوي. مش كويس أوي حاج. في إيه يا حضرة الضابط؟ علياء بتتهم ثابت ابنك باغتصابها. نمرة 9. أيوة. فين دكتور رشاد؟ دكتور رشاد خلص كشف. روح يعني ولا موجود؟ لا، في اوضه الاشعه تقريبا مع المريض. ومن امتى دكتور رشاد بيروح مع المرضى اوضه الاشعه؟ تقريبا ده معرفه. معرفه. هو يعني مش بيهتم غير بالناس المعرفه؟ يا فندم انا ماليش دعوه بالامور دي. وقريبه ده اسمه ايه؟ تقريبا اسمه مختار. مختار. وحضرتك قاعده بتتزوقي وسايبه الناس واقفه طوابير برا؟ انا اسفه يا فندم. انا اسفه يا فندم. طيب عملوا له تقريبا كل التحاليل والاشعاعات اللي عندنا المتعلقه بالتجويف البطني. وهو الراجل كان بيشتكي من ايه؟ زي الفل، ما عندوش اي حاجه. طب امال اللي بيعمل كل التحاليل والفحوصات دي؟ دكتور رشاد قال لازم نعمل له كل التحاليل عشان نطمن انه ما عندوش اي حاجه، والراجل حالته الماديه زي ما انت شايفه. فعلا هو شكله غلبان قوي. طب انتي قلقانة من ايه؟ انا بقالي فترة مش مستريحة باللي بشوفه هنا خالص. في ناس كتير بتيجي المستشفى وبنكشف عليهم وبنعمل لهم تحاليل وفحوصات وبنقرر لهم عمليات وبنطلع لهم موافقة بعملية مجانية، وفجأة بيختفوا ما بيجوش تاني. هيختفوا يروحوا فين؟ هيلاقوا مستشفى زي دي تعمل لهم عمليات صعبة جدا وغالية جدا بالمجان، مش معقول. مش هيلاقوا، والغريب انهم دايما مرتبطين بمواعيد كشف الدكتور رشاد. انتي في حاجة في دماغك؟ قوليلي كده من الآخر بتفكري في إيه؟ شوفولي في إيه؟ في إيه؟ عايزين ثابت إبراهيم الطيب. هو مش موجود، فهمني في إيه؟ في ايه يا سلوى؟ البوليس هنا بيعمل ايه؟ اتفضل معانا واحنا هنقول لك احنا هنا ليه؟ هتفضل معاك على فين؟ على اسم، اتفضل معانا. ثابت انت عملت ايه؟ والله ما عملت حاجه. يا نهار اسود، اتصل بابا خليه يبعت لي المحامي. ما تقلقش انت، ثابت هكلمه لك على طول. يا رب اصبر. يا ثابت، راجعت نفسك؟ صدقني انت موقفك ضعيف. شهاده نقطه بتقول انك رحت لها الساعه 8 تقريبا، وعليا بتقول انها ركبت معاك الساعه 7، يعني ما قدرتش تجيب شاهدين في كلام عليا. البنت حالتها سيئة، وفي المحكمة هيتعاطفوا معاها جدا، وممكن تاخد أقصى حكم لو أصرت على الإنكار. أنا قلت لحضرتك أنا ما شفتهاش يومها، هي بتنتقم مني وأنا ما عنديش غير اللي قلته. الدفاع ليه طلبات؟ أيوة سيادتك يا فندم، موكلي ثابت إبراهيم الطيب بريء من التهمة المنسوبة إليه، واللي هيأكد براءته يا فندم تقرير الطب الشرعي وتقرير المعمل الجنائي وشهادة الشهود. والحين وردهم أنا بلتمس من سيادتك إخلاء سبيل المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وذلك تأسيسا على أولا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ثانيا عدم ثبوت التهمة في حق المتهم، ثالثا القرارات الجنائية كما سيادتكم تعلمون تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الفرض والتخمين، لهذا أطلب إخلاء سبيل المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وشكراً يا فندم. أمرنا نحن إياد أحمد نبيل وكيل النائب العام بحبس المتهم ثابت إبراهيم الطيب 4 أيام على ذمة التحقيق، ومراعاة التجديد له في الميعاد،
لحين سماع باقي الشهود، وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه. بابا صدقني يا بابا، صدقيني يا سلوى، والله انا بريء، انا ما عملتش غير اللي قلتهولك يا بابا، صدقوني يا جماعه والله انا بريء. يلا يا مرتهى. ماجد بص لماما وخليها. يلا يا مرتهى. سابتني كل النيابه، حبس 4 ايام باستمرار ورفض يفرج عنه الكفاله لان ما سلمش نفسه واتقبض عليه. موقفه ايه يعني؟ موقفه القانوني صعب، صعب قوي يا حاج. يلا يا بنتي روحي هاتي العيال وتعليلي على البيت. يلا. طب ومعرفتش حد من اللي كانوا راكبين العربيه؟ انا معرفتش افسر منهم غير بنتك علياء، وبعد كده عرفت يا والدها انها كانت مخطوفه ومش راكبه معاهم بمزاجها. بس انا سالت نفسي ليه في متهم واحد، فلما سمعت الكلام من على القهوه استغربت، فقلت احتمال يكونوا جايبين حد يرفع عنهم التهمه، فقلت اجي لكم على طول اعرض عليكم خدماتي. طب وما رحتش على البوليس ليه؟ انت عارف ان المتهم اللي مقبوض عليه ابن رجل الاعمال ابراهيم الطيب. أمال الأولاد اللي متقبضش عليهم دول ولاد مين؟ أنا خايف ليكون في كومبين على البت الغلبانة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تفتكر شكل العربية يا اسطى؟ أيوة فاكر، وفاكر نمرتها كمان. لما نزلتها يا اسطى كانت الساعة كام مثلا؟ تقريبا كانت داخلة على 8. ده كده الشهادة اللي شهدت إنها قابلت ثابت الساعة 8 اتبرأوا. ده غير كلام الأسطى السواق. يعني إيه؟ عليا ادعت بالكذب على ثابت؟ لا، عليها ممكن تكون مصدومة من ساعة اللي حصل لها مع العالي اللي خطفوها، بس هي حملت ده كله على ثابت. بس أنا مش عارف هي عملت ده كله من غير وعي ولا وهي قصدة. وحيد الله يا رجالة. لا إله إلا الله. واحد الله يا ثابت يا ابني، قول لا إله إلا الله، يمكن ربنا يرفع عنك الغم. لا اله الا الله. ثابت ابراهيم الطيب. افندم. اتفضل معايا. ادخل. سيبه يخرج انت يا ابني. هسيبكم 5 دقايق مع بعض. برضه انت اللي جايه يا سلوى؟ امال مين اللي هيجي يا ثابت؟ مش عارف اقول لك ايه. قول لي عملت كده ليه يا ثابت؟ وهتصدقيني لما هقول لك. مشكلتي بصدقك في كل حاجه. وحياه ولادي وحياتك يا سلوى، اقسم بالله العظيم انا ماليه دعوه بموضوع عليا ده. انا مظلوم والله العظيم مظلوم، ومش لاقي حد يصدقني ولا يقف جنبي. انا مصدقك يا ثابت، مصدقك. بابا ما جاليش ولا مره، مش قادر يشوفك في الحاله دي، ومش ساكت ابدا وهو بيدور على الحقيقه. والولاد عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. دايما بيسالوا عليك كتير قوي يا ثابت، وما بعرفش اقول لهم ايه. قول لهم اني راجع على طول. بقول لهم كتير قوي، وجدهم كمان بيقول لهم، بس هما مش فاهمين، ما بيبطلوش اسئله عنك خالص. حبايبي. ايه ده؟ لازم هو. هو احنا لحقنا؟ معلش، واللي هو اسمه سجن ليه؟ طب خليك قاعد معايا شوية. خلي بالك من نفسك. انت اللي خلي بالك من نفسك كويس قوي، وان شاء الله هترجع لنا بالسلامة. وانت ايه اللي خلاك تشك ان اللي عمل الجريمه مش ثابت؟ يا بيه انا بعد ما نزلت البيت في الشارع ركنت على نصي عشان اصلح العجله، عدت عليا العربيه اللي انا قلت لحضرتك عليها قبل كده، لقيت البنت وراكبه جنبها 2 شبان وفي 2 زيهم راكبين قدام، يبقى يعني ان العربيه فيها 4 شباب. طب وايه الغريب في كده؟ يا باشا ما هو اللي خطفوها 4، انتوا قبضتوا على واحد بس ليه؟
علشان كده قررت تيجي تبلغ؟ هو ده بالذات لما عرفت هو مين وابن مين استغربت قوي، فقلت اذا كان ابن الناس الجامدين دول قوي اتقبض عليه، امال العيال اللي ما اتقبضش عليهم دول ولاد مين؟ ده حاجه تحير. امال ليه رحت الاهل ثابت الطيب؟ يا بيه انا ما روحتش، ده اهلها بنفسهم هم اللي ودوني هناك، علشان كده انا قلقت وبقيت قاعد زي المخطوف، ده حتى الميه انا ما شربتهاش، خايف ليكون عاملين لي فيها حاجه كده ولا كده، وبقيت قاعد مرعوب وخفت خوف ما خفتوش قبل كده خالص، وقلت لهم مش هتكلم الا ما اروح النيابه. المهم انت دلوقتي مطمن؟ اه حضرتك مطمن. طب عايزك تحكي لي اللي حصل بالظبط من ساعه ما البنت ما ركبت معاك لغايه ما جيت لي دلوقتي، وما تخافش من اي حاجه. ممكن حضرتك تأمر لي بكوبايه ميه قبل الريقه بيه؟ بيحققوا يا حاج، ربنا يسهل. انا عارف يا سليم ان هما بيحققوا. ما تقلقش يا حاج، انا حاسس ان ثابت بريء ومتاكد ان النيابه هتنصفه، ربنا يعمل اللي فيه الخير. عايز اعمل طلبيه للبنات اللي في الدار الايتام عندنا. وماله من عينيا، انت بس هات لي مقاساتهم وانا اعمل لك اللازم. ايوه بس انا كنت عايزك تساعديني لان انا ما افهمش في الحاجات دي خالص. حاضر، بسيطه. نيفين. نعم يا فندم. لو سمحتي تاخدي عنوان الدار من الاستاذ عباس، تروحي تاخدي لي مقاسات البنات اللي هناك اللي هيقولك عليهم وتجيبيها لي. حاضر يا ولدي. الحقيقة ذوقك راقي جدا في اختيار الموديلات. ده بس من ذوقك يا عباس بيه. ومعقولة نسبة خصم 50% اللي انتوا عاملينها دي؟ ما انا قلت لحضرتك الهدف مش الربح، انا هدفي اني ساعد اهل الحتة، وبعدين كل ما بتبيع باسعار رخيصة بتبيع اكتر وبالتالي هتحقق ارباح، فانا كده بحقق المعادلة، لكن الهدف الاساسي هو مساعدة اهل الحتة. يا ريت اكون معاكي في مساعدة اهل الحي. انت عايز تدخل شريك؟ اتمنى. ايوه بس المشروع ده فيه شركة معايا. وماله؟ البحر يحب الزيادة. انت فاجئتني، بس خليني افكر وارد عليك. هعتبر ده وعد. ما اقدرش اوعدك، خليني افكر واقول لك هنعمل ايه. ادخل. بابا انا صحيح هخرج من هنا؟ ان شاء الله يا ثابت هتخرج ان شاء الله. والله ما عملت حاجة، والله انا مظلوم. عرفنا يا ثابت، عرفنا كل حاجة، ولولا الراجل الطيب ده كان زمانك رحت في داهية. انا مش عارف اقول لك ايه. ابني انا ما عملتلكش حاجة، احمد ربنا. الحمد لله. انا من ساعة ما قابلت ابو علياء ولقيت جاري وكله علشانكم، عرفت ان انتوا ناس كويسين وتسألوا كل خير. بابا انا عايز اروح البيت. خلاص هنروح. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مديحة. الحمد لله. وحشانة قوي. وانت كمان وحشانة. وانت كمان وحشانة. تعالوا هنا. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. شفتوا وحشتوهم ازاي؟ وانتوا كمان وحشيني قوي يا بابا، ربنا ما يحرمني منكم. طب يلا اطلع بقى، فاجئ امك يا ما تعرفش ان انت جاي. يا ريت، وحشاني قوي. ربنا يخليك لنا يا سامي. انت تعالي يا مديحة عايزة. يلا نطلع للبابي. اقعدي هنا يا حبيبتي. مبروك يا بابا رجوع ثابت. الحمد لله يا بنتي الحمد لله. المهم دلوقتي انا عايزك عشان نقولك نعمل الفرح بتاعك. ربنا يخليك ليا يا بابا. ربنا يتمم لك بخير يا حبيبتي. ما يحرمنيش منك ابدا. تفتكر يا دكتور رشاد يكون بيستغل المستشفى والمرضى الغلابه اللي بيجوا يتعالجوا دول، يكون بيعمل لهم عمليات مش قانونيه؟ واكيد حاله مختار ده مش هي الحاله الوحيده. أنا كنت دايما بحس بقلق وحالة من الغموض لما دكتور رشاد بيكون عنده عمليات في المستشفى التاني، بالذات إن طقم التمريض اللي معاه لو غاب منهم واحد ما بيعملش العمليات وبيأجلها. وده يعني مش عادي؟
طبعا مش عادي. طقم تمريض ايه اللي علشانه تتأجل العمليات؟ هو احنا في مستشفى في اوروبا؟ ده مستشفى شعبي، وكويس قوي ان احنا بنعمل عمليات صغيره للناس الغلابه. عندك حق يا هاله، ده احنا بيبقى الجراح غايب لاي ظرف طارئ، بندور على جراح تاني في نفس التخصص وندخله العمليات فورا. نقوم ناجل العمليه عشان ممرضه ولا مساعده غايبه؟ اكيد فريق التمريض دول عندهم معلومات تودي السجن. تفتكري ممكن يقعدوا معانا ويحكوا لنا ايه اللي حصل ويدونا معلومات؟ لو قعدتي معاهم ولا هتوصلي لحاجه، بس الاكيد انك هتخافي منهم. شداد كده وعينهم بكحه وكلهم بيقولوا كلام تحسي انهم حافظينه. مش معقول. هخليكي تشوفي وتسمعي بنفسك. خلاص نشوف الناس اللي عملوا العمليات دي ونقعد معاهم. وهنعمل بيهم ايه؟ ما هم لو كانوا قابضين ومتفقين عمرهم ما هيفتحوا بقهم. اللي فاهمين مش هيفتحوا بقهم، ومختار مش هيقدر يتكلم لانه اخرس. وبعدين هنعمل ايه؟ انتي المديرة وانتي اللي تقرري ايه العمل، وكلنا هنقف معاكي. ايوه وانا اللي هقرر. يا جماعه لمتكم هنا ملهاش اي لازمه، من فضلكم انتوا كده ما بتساعدوش المريض. لو سمحتوا اتفضلوا في الاستراحه. حاضر يا دكتور. اتفضلوا. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. يلا يا روح. انا بمليحه بقى. عين عليك يا طيب. عين عليك. عين عليك يا طيب. خلاص. جمل برك. خلاص. الجمل برك. يا شيخ غزال، يا شيخ غزال، مالك واخد في وشك ليه؟ ما تيجي اعمل لك كوبايه شاي بحليب مع رصتين. الله، مالك ساكت ليه؟ مش بعادتك. خلاص يا حبايب الست، خلاص الجمل برد، مفيش ولع، مفيش نار. عين عليك يا طيب، عين عليك، عين عليك يا طيب، عين عليك يا طيب. آه آه يا رب. وحياة الحاجة ما تعملي في نفسك كده، شدة وتزول إن شاء الله هيقوم بالسلامة. اتفقلي في وجه الله خير يا رب. ليلة جواز بنتك يا إبراهيم، يا حرقة قلبي عليك يا أخويا، عين وصبيتك. ما تقوليش كده يا حاجة، قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله ربنا هياخد بيده. ادعي له انت. يا رب يا رب يا رب يقوم بالسلامة يا رب. هنعمل ايه من غيره؟ احنا من غيره ولا حاجه، ما نسواش اي حاجه. ربنا هيقومه بالسلامة عشان خاطر ولاده وعشان البيوت اللي هو فتحها. ربنا عالم بالحال يا رب. هدي نفسك يا رب. ثابت وحياتي، ما تزعلش نفسك اكتر من كده. ان شاء الله كله هيبقى تمام وهيبقى زي الفل. بابا وقع مره واحده يا سلوى. وقع بسيط يا ثابت، وان شاء الله ان شاء الله هيقوم بالسلامه. بس انت قول يا رب. يا رب.
انا مش عارف لو حصل له حاجه هنعمل ايه. احنا طول عمرنا بنعتمد عليه في كل حاجه في حياتنا. عندك حق، طول عمره هو اللي شايل همومنا ومشاكلنا. كفايه تبتوا معانا يا ثابت وحنيته علينا. في ناس كتير قوي محتاجه له. يا رب يقوم بالسلامه عشاننا وعشانهم. معقوله خيريه؟ انا مش قادر اصدق اللي بيحصل ده، ويحصل في يوم زي النهارده. لا حول ولا قوه الا بالله. القر يا سامي القر، انا سامعاهم بودني وهم بيقولوا وبيقروا علينا. الولد والبنت اتجوزوا جوازه خمس نجوم. بس بيني وبينك كويس ان اللي حصل ده حصل النهارده بعد كتب الكتاب. عشان سمير ابنك نيته زي الفل. اتفضلي اشربي يا طنط. تسلم ايديك يا حبيبي. تسلم ايديك يا عارف. انا بشوف يا هدو يا جماعه ما تخافوش، كلها ساعه ولا اتنين وان شاء الله هيقوم بالسلامه. صدقوني هيبقى زي الفل، ده جهاد بس مش اكتر. عندك حق، انا بقول كده. لازم نتفائل ان شاء الله هيطلع ويبقى كويس. ان شاء الله هيقوم بالسلامة ونروح كلنا مع بعض. بعدين ما تنسوش برضو ان هو اكتر واحد تعب في ترتيبات الفرح، ومن قبليه موضوع ثابت واقف كل يوم في مجموعة. مفيش حد في الدنيا يقدر يستحمل اللي انا غيرتها. ايوه الله يا ابني، ايوه الله. يا ماجد هتفضل واقف كده وسايب اخوك لوحده هناك؟ يا اخي اظهر في الصوره. صورتي يا باكي؟ ده وقته يا باكي؟ ايوه ده وقته، ده وقته. دي فرصتك، لازم تثبت نفسك وتثبت ان انت قد المسؤوليه. وده بقى العيب ولا حرام؟ انا مش فاهم ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده. انت مش مقدره اللي انا فيه ولا ايه؟ يا حبيبي مقدره، مقدره وخايفه عليك وعلى مصلحتك. عايزك تخلي بالك على مصالحك، مش مصالحك وبس، مصالح امك واختك كمان. يا باكي يا حبيبي، انا الوحيده هنا اللي خايفه عليك وقلبي عليك. اي حد موجود هنا هيبقى عايز يجاملك وبس، ويقول لك معلش بابا هيخف ويبقى زي الفل. لكن باباك بقى لما يقوم ان شاء الله بالسلامه ويلاقيك واقف مكانه هيبقى مبسوط. ولا لا قدر لو سمحت يا باكي ما تقوليش كده. الزحمه، الزحمه يا ماجد، الزحمه على الورث، الزحمه على المصالح، والزحمه كمان على المسؤوليه. واللي هيشيل المسؤوليه يا ماجد هيشيل ويعبي من الورث. لازم تكون فاهم ده كويس. واللي هيكبر دماغه هيضيع بين الرجلين. انا مش عارف ليه يا باكي انت بتتعاملي على اساس ان بابا داخل هنا مش خارج تاني. يا ماجد ما تجننيش وتنرفزني، حرام عليك. دي فرصه، فرصه مش هتتكرر تاني. اسمع كلامي، اسمع كلامي. ما تقلقش يا بابا، شكلها كده جلطة وإن شاء الله هنلحقها. وعيتك شديدة أوي علينا يا إبراهيم. بقول لك إيه يا علاء؟ إيه؟ روح أنت يا ابني. واضح إن قعدتنا هنا هتطول. روح عشان مامتك قاعدة لوحدها. يلا اتكل على الله. بعد إذنك. إن شاء الله خير يا حاج عبد الله، خير إن شاء الله. ايه الاخبار يا دكتور؟ طمنا حضرتك. ادونا فرصه بس نشوف شغلنا. انا مش فاهم حاجه. انا ابن الحاج اللي جوه، يا ريت تطمنا. لو سمحت يا دكتور، ممكن تطمني على الحاج عامل ايه؟ يا هانم اطمني، كل واحد من الدكاتره كشف وعمل الفحوصات اللي تخصه، وبعد شويه هنعمل اجتماع نتناقش فيه، وبعده هنيجي لحضراتكم ونقدم تقرير مفصل عن الحال. طب يعني الحاج ان شاء الله هيبقى كويس ويقوم بالسلامه؟ هو بخير ان شاء الله، وكل حاجه هتبقى بخير، ويا ريت بعد شويه تتفضلوا في مكتب مدير المستشفى وهو يشرح لكم الحاله بالظبط ايه. يا ريت تتفضلوا بقى في الاستراحه. طمني يا حاج، طمني يا دكتور. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. يا رب.
ازيك يا دكتور؟ اهلا دكتور وقف. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. وصلتوا لايه مع الحاج؟ احنا فعلا بدانا نعالجه من جلطه والحمد لله دوبناها، وان شاء الله هنعمل له اشعه مقطعيه عشان نعمل اللازم. ربنا معاكم. اطمن ان شاء الله كله خير. ربنا يستر. شكرا يا دكتور. نعم. السلام عليكم. السلام. ايه خير يا اساتذه؟ سايبين اشغالنا ومتجمهرين كلنا هنا ليه؟ اشغالنا يا سليم بيه، احنا عايزين نطمن على الحاج. الحاج تعب امبارح شويه ونقلوه على المستشفى، وانا كنت معاه طول الليل. بس مش معنى كده ان احنا نسيب اشغالنا ونفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا لغايه ما الحاج يجي. هو محدش عارف هو عنده ايه يا فندم؟ نقول بس ان ربنا يشفيه ويرجعه لنا بالسلامه. هو ممكن نزوره؟ لا ما ينفعش دلوقتي. ويلا اتفضلوا على مكاتبكم. طب ليه ما ينفعش؟ ما ينفعش لغايه ما الدكاتره يسمحوا بالزياره، لان الزياره ممنوعه دلوقتي. اللي بيحب الحاج يشتغل كان الحاج موجود بالظبط. وكل اللي مطلوب مننا دلوقتي ان احنا ندعي ان ربنا يشفيه ويرجعه لنا بالسلامه. يلا يا اساتذه اتفضلوا كل واحد على مكتبه. اتفضلوا يا اساتذه. يلا. انا اسف اقول لكم الكلام ده، بس لازم تعرفوه، احنا بدأنا نعالج الحاج من الجلطه، وبعد ما عملنا اشعه مقطعيه اكتشفنا ان في ورم في اعلى العمود الفقري اسفل الرقبه، وللاسف ورم حجمه كبير. ورم؟ حبيبه بابا. احنا هنكمل فحوص واشعاعات عشان نعرف تفاصيله ايه بالظبط، حميد ولا خبيث. حتى الليفل بتاعه لو كان خبيث، بس مش ده اللي شغلنا دلوقتي. ليه؟ في حاجه تانية يا دكتور؟ احنا بنعالجه من الجلطه، لان هي الحاجه الاخطر في اللحظه دي. ومطلوب مننا واحنا بنعالجه من الجلطه اللي احنا اتاكدنا من وجودها، ان احنا نحافظ على كل وظائف الجسم انها بتتم بشكل سليم. ولا الغيبوبه لا قدر الله ممكن تؤثر بشكل احنا مش متوقعينه. طب وهو العلاج من الجلطه ده مش ممكن يخليه يفوق من الغيبوبه؟ الحقيقه ان احنا مش قادرين نتاكد ان الغيبوبه بسبب الجلطه ولا الورم. هنستنى شويه لما نتيجه الاشعه المقطعيه تظهر، وساعتها نقدر نقول بدقه اكتر. طب يا ترى يا دكتور في امل ان بابا يرجع تاني زي ما كان؟ حتى في اخطر الحالات الحرجه دايما في امل. بما اننا بنعمل كل المتاح دلوقتي يبقى اقدر اقول لكم نصبر شويه. طب ما نسفره بره يا دكتور. انا مش عايز اديكم قرار سريع، لسه في اجراءات هنعملها للمريض. يا دكتور احنا ما يهمناش اي حاجه الا سلامه بابا، وعشان خاطره ممكن نعمل اي حاجه. بقول لكم ايه يا اولاد، اوعى حد فيكم يجيب سيره المديح، فاهمين ولا لا؟ وان شاء الله بابا هيبقى كويس، هيبقى كويس قوي ان شاء الله. هنعمل ايه في الموضوع ده؟ انا قلبي مش مطمن لكلام الدكتور. ولا انا، كلامه يخوف اكتر من طمن. احنا في مصيبه يا ماجد، عشان كده عايزك تصحالي. انا عارف ان احنا عندنا مسؤوليات كبيره، واهمها ان احنا ما نعرفش اي حاجه عن ثروه بابا، وده وقته انا مفكرش في نفسي. بس انا حاسس ان رقده بابا دي شكلها هتطول يا ثابت، وانا خايف احسن نعمل في حقوق ماما ولا مديحه، دي مسؤوليتنا. امال هو خلفنا ليه؟ انا خايف من ده برضه، لازم نتصرف بسرعه. احسن امثال صبري وسليم يستخدموا نفوذهم جوه المجموعه ويلعبوا بينا. انا بقى مش خايف الا من دول. طبعا هما دول اللي فاهمين كل حاجه، ومن السهل جدا نلاقي نفسنا سايبين لهم كل الشغل. وما تنساش اللي حصل بينك وبين صبري. طب والحل؟ نرى نروح ونقعد وندور شغلنا بايدينا. وانا رايي كده برضه. في المجموعه في رفعت بيه ونهى، ودول ناس محترمين وممكن نثق فيهم، وبعدين عارفين كل كبيره وصغيره هناك. المسائل دي كلها هندرسها. او سمير جه اهو. يا ماجد شوف يا سمير، رقده بابا شكلها هتطول، فاحنا عايزينك تبقى معانا في كل صغيره وكبيره. انا بجد مش عارف اشكركم ازاي على الثقه دي، ومبسوط بجد ان انتوا اعتبرتوني واحد منكم، لان طول الوقت بعتبر نفسي اخوكم التالت، او على الاقل زي اخوكم. هي دي الحقيقه يا سمير، انت دلوقتي بقيت واحد مننا. ايه يا بابا انت نازل ولا ايه؟ نازل اطل على المحل، وبعدين اروح اصلي في السيده، اصلي وازور وادعي له. يا بابا انت ما نمتش طول الليل، انا حاسه بيك عملت لف في الشقه. اقعد النهارده استريح في البيت واعمل لك فنجان قهوه مظبوط كده. وانا يا بنت هدوق طعم الراحه الا لما الحاج يقوم بالسلامه. يا حبيبي ان شاء الله هيقوم بالسلامه، انا عارفه انت بتحبه قد ايه، وعارفه قد ايه هو غالي عندك وعشره عمرك، ما تقلقش.
جيب العائب سليمة يا رب. قادر يا كريم. يلا تعال انزل على سكتي، انا هروح المستشفى وبعدين اعدي اطمن على الحاج. يلا اتفضلي يا بنتي. ايه الاخبار يا حاج؟ مش ولا بد داوله بقى. عرفتوا عنده ايه؟ والله هم بيحاولوا معاه لكن ربنا معاهم بقى. طب انا عايز اجي معاك. ماله؟ انا رايح السيده وراجع دلوقتي على هنا، ومع ذلك الحاج مش فايق ولا واعي، يبقى ايه لازمه الزياره دلوقتي؟ مالك مكهربة كده ليه؟ أنا لسه جاية من الأرشيف دلوقتي. في إيه الأرشيف؟ بتدوري على إيه؟ امبارح بالليل جه هنا مريض حالته كانت سيئة جدا، كان عنده فشل كلوي، ولما كشفنا عليه لقيناه ما عندوش غير كلية واحدة. طب وإيه المشكلة؟ لا المريض ده بالذات أنا فاكراه كويس قوي، ده جه هنا وعملنا له تحاليل وحددنا له عملية زايدة مجانية، وبعدين مشي وما رجعش تاني زي اللي كنا بنتكلم عنه. يعني هو لما جه المستشفى هنا كليته كانت سليمة؟ كانت سليمة وزي الفل، وكان زي الحصان. انا مش عارفه قرروا ايه، اللي انا شفته امبارح ده شاب مريض في حاله سيئه جدا. يا نهار اسود، الراجل كليته راحت فين؟ راحت لصاحب نصيبها. اسمعي يا رحمه، الموضوع ده خلاص ما بقاش فيه اي شك، احنا كده دخلنا في تجاره اعضاء. ايه تجاره اعضاء؟ ادخل. اهلا يا ابو علي. جيت قلت لي قبل كده لو نعرف نخلي حد من عندنا من ضمن المرضى اللي بياخدهم رشاد لعيادته، هنعرف تفاصيل اكتر؟ اكيد طبعا. طب اهو الملازم حسن نور الدين هو ده اللي هيدخلنا عند رشاد. ايوه بس يعني هيقدر يمثل دور المريض؟ اصلا انا اعرف ان ضباط الشرطه ليهم طله كده وطريقه معينه في الكلام، فاخاف لا ينكشف. ما تقلقيش، حسب ما بكره هيجي لكم المستشفى لانه محتاج يكشف ويعمل شويه تحاليل طبيه، وطبعا ده راجل فقير ما عرفتوش اي حاجه ولا هيقدر يدفع اي حاجه. المهم لما حضرتك تشوفيني في المستشفى تساعديني وانا عليا الباقي. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفضل يا دكتور رشاد. اهلا يا مدام رحمه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا يا دكتوره هاله، ازيك؟ ازي حضرتك يا دكتور رشاد؟ خير يا فندم. اتفضل استريح. حاضر. خير. الاخ اسم حضرتك ايه؟ حسن. حسن محمد التهامي. الأخ حسن محتاج يعمل عملية زايدة، وفي الحقيقة هو مش هيقدر يدفع المصاريف الرمزية اللي احنا عاملينها هنا في المستشفى، فأنا اقترحت إنه مصاريف فتح أوضة العمليات ومقابل التمريض هنخلي المستشفى تتحملها، أما مستلزمات الجراحية أنا اللي هدفعها. فكده فاضل أتعب حضرتك، يا ترى ممكن تعمل معانا إيه؟ طيب يجي دلوقتي في عيادتي نكشف عليه ونشوف هنعمل له إيه. طب يا سيدي خلاص دكتور رشاد وافق أهو. في حاجة تاني؟ متشكرة قوي يا دكتور. روح بقى يا اخ حسن مع الدكتور وهو هيعمل لك اللازم. طيب فهم. تعالى معايا يا حبيبي. اتفضل. خد نفس يا حبيبي كده، اكتمه بقى. برافو. تمام، هنروح على جنبنا الشمال شويه. جنبك شويه كده. ونفس الطريقة هناخد نفس برضو. اكتم النفس ده. انت هايل، شكرا. يلا انا دي لهي ناشف الجل اللي عندك ده. تعال. مين بقى يا استاذ قال لك ان عندك ازاي ده؟ بطني مغصت يا دكتور. نعم. ولما رحت للدكتور بتاع الوحدة اللي في الحتة قال لي ان دي زايدة. انت اخر مرة اكلت لحمة امتى؟ لحمة حد الله ما بيني وما بينها يا دكتور. بص يا حبيبي انت صعبت عليا. ربنا يخليك. عشان كده هديك الدواء ده من عندي، هيضيع لك التعب ده تماما. الله يسترك يا رب. وكمان يا سيدي خد. وده ايه لا مؤاخذه؟ ده الكارت بتاعي.
لو حبيت ترزق بعشر بواكي من غير ما تسافر بره ولا تتمرمط ولا حتى تخطي بره بيتكم خطوه واحده كلمني. بواكي يا باشا؟ عشر بواكي يا حبيبي يعني 10,000 جنيه. عاوز طبعا ناموس ايدك يا دكتور. يا عم انا عارف انا مش هاخد الكارت ده، انا مش بتاع كروت، انا قدامك اهو. قول لي امشي على الريف، امشي على ايدك، وقفني للساحر يرمي عليا سكاكين، هقول لك دخلني للاسوده يا مصمصوني. بس ابوس ايدك يا دكتور، اديني العشر بواكي. العيال في البيت معدتهم لزقت من كتر الجوع، ولولا وقفه ولاد الحلال اللي زي حضرتك ما كناش لقينا اللقمه من اصل. برضه خد الكارت ده وكلمني بعد اسبوع. اسبوع؟ بص حسن، خد دول كمان. ودول ايه لا مؤاخذه يا باشا؟ دول 100 جنيه. 100 جنيه؟ بركة دعاك يا أمه. بس اسمع. تحت امرك. تطلع من هنا على بره على طول. مفيش حد تكلمه في السكه، ولا اداني ولا جابلي ولا بواكي ولا هيديني. مفيش سيره لحد. فاهم؟ عشان كده لازم نحدد مواعيد عمليات البطن، ولازم يكون في جدول تفصيلي بين عمليات الانف والاذن وعمليات البطن، عشان ده ما يتعارضش مع ده، وبكده ما تحصلش المشكله اللي حصلت امبارح. واحنا بنبقى عارفين احنا محتاجين اوضه العمليات امتى يا مدام رحمه؟ ما هو حسب الحالات ما بتيجي احنا بنتصرف. خلاص، لو في حاله طارئه يستاذنوا ويخشوا العمليات. اتفضل. ايه ده؟ ده الادويه اللي حضرتك رفتيها. انت يا بني ادم ما تفهمش، مش قلت لك توديها مكتبي؟ ايه اللي خلاك تجيبها هنا يا فندم؟ حضرتك اللي بعتي لها عشان اجيبها. تجيبها مكتبي مش تجيبها هنا. حد يعمل كده؟ اتفضل خد الصندوق وديه على المكتب. حاضر يا فندم. لا لا استنى دي واحده. ايه بقى اللي انت جايبه ده يا سيدي؟ اضرب ريزولين مطهر واسبرين. انت لسه واقف؟ خد الصندوق ده واتحرك على مكتبي يلا. حاضر 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 حاضر. ايه ده يا مدام رحمه؟ اضرب ريزولين ومطهرات واسبرين. هو حضرتك فاكر ايه؟ لا لا ما فهمتش حاجه ولا حاجه. لا 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 حضرتك فاهم غلط، دي شويه ادويه ومسكنات، حاجات مش موجوده في السوق، كنت اخدها يعني لاصحابي وقرايبي عادي. وماله يا هاني؟ ما يجراش حاجه. بس المفروض تخش بقيمتك، ده انت المديره، مش شويه مطهرات واسبرين بالذمه. ده كلام. قصدك ايه؟ عارفه يا مدام الدواء ده العلبه فيها 100 شريط، بناخدها من الحكومه ب 150 جنيه وبنكتبها للعيانين ببلاش لانها جدول مخدرات. عارفه لو بعناها في السوق الشريط الواحد يساوي كام؟ كام؟ من 150 ل 200 جنيه. يعني حضرتك لو خرجتي لك علبه واحده في الاسبوع تعمل لك عشرايه مثلا. 10,000 جنيه يعني. معقول؟ ده مجرد مثال صغير. يا هانم انت عندك حاجات تساوي ملايين مش الوفات. وعشان ما اطولش عليكي انا ممكن اضمن لك من 20 ل 30,000 جنيه في الشهر. لا شويه قوي يا دكتور. مش هنختلف. طيب ونوعيه الشغل ايه؟ ده شغل على ميه بيضه. ايوه يعني ايه نوعيته؟ ادويه برضه بس كبير قوي. على ميه بيضه برضه؟ لا ده شغل بنعمل منه مرحله عندنا هنا. وبيدخل لنا فلوس كتير قوي واحنا سايبين ايدينا. شغل ادويه؟ لا ده شغل جراحه بس مش عندنا هنا. طب واحنا دورنا ايه؟ احنا اللي بنجيب الزباين. قصدك المرضى؟ لا احنا بنجيب الناس السليمه، اما المرضى هم اللي بيجيبوهم. انا مش فاهمه تقصد ايه. انا هفهمك بس واحده واحده عليا. اتفضلي اتفضلي. ماما الحاج مش عايز يتعامل معانا على ان احنا اولاده. ايوه يا ماما، بابا مقرب رجالته اللي في المجموعه منه اكتر مننا واحنا بيبعدنا. انا مش عارف هو بيعمل معانا كل ده ليه، ده احنا حتى اولاده اللي بنحبه وبنخاف عليه هما كمان بيحبوه وبيخافوا عليه اكتر منكم. بس انتوا بقى مش فاضيين له، عايزين تورثوه بالحياه. يا ماما يا حبيبتي، بابا في الظروف دي
كان المفروض يدينا كل اسراره عشان لو حصل له حاجه نعرف نتصرف. انت بتصلي على ابوك يا واد؟ انت مستني موته؟ اما انت وجحت بصحيح يا ماما. ما تاخديش كلامي بمعنى ده. امال معنى كلامك ده ايه؟ والله عندك حق يا حاج، حتى وانت مش قادر تتحرك كنت فاهم ولادك اكتر مني للاسف. يا ماما لازم تفهم ان احنا كمان نفسنا بابا يقوم ويقف على رجليه، وكمان احنا مهتمين بمصلحتك انت ومديحه. مالكش دعوه بمصلحتي، وبعدين انا متضايقه من طريقتك مع بابا. يا مديحه انا زعلت من بابا لان سمعت ان كان عنده واحد من الشهر العقاري، يعني ممكن يكون اتصرف في حاجه من املاكه من غير ما يكون حد فينا عنده خبر. انا مش فاهمه انت بتفكر كده ازاي، وبعدين دي املاكه هو حر فيها. طبعا ما انت لازم تدافع عنه، ما انت الدلوعه بتاعته، والله اعلم هو كاتب لك قد ايه. اما انك واد واطي بصحيح، قوم يا واد، قوم من قدامي، غرفه داهيه، جاتكم القرف، مش عايزه اشوف خلاقكم، جاتها 60 نيله اللي عايزه خلف، قوم يا واد انت كمان، يلا غور من قدامي. دول ولاد دول؟ اعوذ بالله. رأفت. نعم يا حاج. المستوصف ده بتاع الغلابة رأفت، اوعى بعد ما موت تهمله. ابو الشر عليك يا حاج، ان شاء الله انت اللي هتكمل اللي بدأته. كنت عاوز اقول لك كمان، كان نفسي اطمن على مديحة معاك قبل ما اموت، لكن مفيش نصيب، قدر الله وما شاء فعل. وانت يا رحمة. نعم يا حاج. مديحة اختك الصغيرة تخلي بالك منها. طبعا يا حاج، مديحة في عينيا ما تقلقش، وانت ان شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل وهتشوف ولادها. حاج ابراهيم. الحق ابراهيم يا حاج، الحقنا يا رأفة. ايه الاخبار يا حبيبتي؟ الحمد لله. مالك شكلك متضايق؟ مفيش، بابا تعب النهارده شويه، بس رافت كان موجود الحمد لله. وماجد وثابت فين؟ انا متضايقه قوي من ماجد وثابت، خلاص ما بقوش يفكروا غير ازاي نحافظ على الفلوس وازاي نحافظ على المجموعه. مديحه يا حبيبتي، اخواتك عارفين مصلحتك ومصلحه المجموعه ومصلحه والدتك فين، وبجد بيعملوا كل حاجه في صالحكم. بس انا شايفه ان بابا لازم يتعالج بره. طيب يا ماما، هما مش مقصرين، بس الدكاتره برضو مش متحمسين لسفره، خايفين عليه. وهم هيفضلوا كده مش عارفين يتصرفوا ازاي؟ انا مش شايفهم بيعملوا كده، انا بس شايفهم عمليين مش اكتر. انا كل اللي مضايقني ان هما بيفكروا في الفلوس وخلاص. مديحه، ده احساس جواكي بس، بيتهيألك والله. ومع ذلك مش الفلوس دي للحاج ابراهيم تعب طول عمره لحد ما عملها مش لازم نحافظ عليها؟ مش الفلوس دي اللي انتوا هترتبوا بيها حياتكم وهتعيشوا بيها؟ مش الناس العقل بتفكر كده ولا ايه؟ انا حبيبتي مش شايف ان اي غلط من ناحيه اخواتك. نص ساعه وحاجه اركب لك المحلول. كتر خيرك. شكرا يا حبيبتي. على فين يا حاج؟ عايز اروح اقف جنب الشباك شويه. بلاش يا حاج، انا خايفه عليك تاخد هوا. مفيش يا فردوس، عايز اشم شويه هوا، شوف الدنيا. مالك يا حاج؟ سرحت في ايه؟ في ايام العز، ايام الصحة. ليه بس يا حاج بتقول كده؟ ان شاء الله هتبقى زي الفل، وبعدين الاشعات والتحاليل جاهزة، وبكرة ان شاء الله بإذنك يا رب، بإذنك يا رب، الدكتور هيعمل لك العملية وهتخرج وهتبقى زي الفل، وهتقول فردوس قالت لي كمان. بيروح ما بيرجعش يا فردوس. ليه بس يا حاج بتقول كده؟ ياما في حالات كانت أصعب منك، والحمد لله بقوا زي الفل وهم ماشيين على رجليهم لغاية دلوقتي. الله، شايف يا حاج؟ شايف السما صافية ازاي؟ يا حبيبي يا رب، يا حبيبي يا رب، دي رحمة ربنا واسعة قوي. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعوني استجب لكم؟ ادعي، ادعي يا حاج، وان شاء الله هتبقى زي الفل بإذن الله. وقول يا رب.
يا رب. ألف حمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك. الولاد مستنيين في البيت عشان يستقبلوا الضيوف اللي جايين يزوروك النهاردة. أما أنا بقى فعليا واجب كبير قوي للسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. ندرة 10 عجول لحبايب الست. مش كتير على حبايب الست. أنا كمان لازم أروح السيدة دلوقتي عشان أزور عبد الله. لا بلاش النهاردة، خليها بكرة ولا بعده ونروح سوا إن شاء الله. لا ما ينفعش يا فردوس، لازم أزور عبد الله. توصل الحاجة وتجيلي على بيت الحاجة عبد الله في السيدة. يلا. لا ما سيبكش تروح لوحدك يا حاج. ما تخافيش يا فردوس. ما خافش ازاي بس، هو انا ليا بيت غيرك يا حاج. ربنا يخليك لينا يا رب، يديك الصحه وطولة العمر وتشوف ولاد ولادك كمان. ربنا يخليك ليا. طب يلا عشان الوقت. حبيبتي رحمه مش هوصيك على الحاج. الحاج في عينيا، وبعدين على فكره الحاج ما بيكون في السيده كل اهل السيده بيشيلوا في عينيهم. ربنا يخليك ليا يا حاج. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خليهم يجيبوا لي تاكسي لو سمحت. نستنى بره؟ اه يلا يلا. بقى بذمتك يا عبد الله، انت كنت تصدق ان انا اقوم العاده ده تاني؟ ربنا كرمه كبير يا ابراهيم. اي والله اي والله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا اهلا وسهلا يا حاج، ده البيت النهارده نور. ايه يا بنتي، هو انت كل شويه هتعملي لي حاجه اشربها؟ مش تلاحظي ان انا لسه قايم من عيا؟ لا ما تقلقش، العصير ده طبيعي وما فيهوش سكر، وبعدين يا حاج انا عاملاه بايدي. ما تكسفهاش بقى وخد منها. حاضر يا سيدي. تسلم ايديك. بالهنا والشفا. جدع السواق ده اتاخر قوي. كلمته على المحمول؟ كلمته لقيته مقفول. اكيد قطع شحن. عموما اديك قاعد معانا يا راجل. لا قاعد معاك ايه يا عبد الله، العيال مستنيني في البيت عاملين لي احتفال. اقول لك انا هقوم اخد تاكسي واروح على طول. لا تاكسي ايه، انا هروح اوصلك. لا والله ما انت منقول من مكانك، انا عايز احس ان انا بقيت بصحتي تاني وبمشي كده كويس. خليك يا بابا، انا هنزل مع الحاج، انا كده كده كنت نازله. خلاص يا سيدي هيتحلت اهي. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله يا سيدي. اللي قولي لي صحيح يا رحمه، هم اخوات المرحوم جمال رافعين عليك قضيه؟ تخيل يا حاج، انا مش عارفه ايه البلاوي اللي بتتحدف عليا دي. هو انا كنت ناقصاهم دول كمان؟ عايزين ايه؟ ولا حاجه، لما عملنا اعلام الوراثه خدوا نصيبهم من الشقه وخدوا نصيبهم من الفلوس اللي في البنك، دلوقتي بقى طمعانين في حته الارض وعايزين يستولوا عليها. ارض ايه؟ ما هو انا كنت شاريه حته ارض بفلوسي وقلت الجمال نكتبها باسمي واسمه، صمم ان يكتبها باسمي لوحدي. هم عايزين ايه؟ يخبطوا راسهم في الحيط. عندك محامي ولا بعتك؟ لا عندي، ربنا يخليك لي يا رب. ربنا يعوض عليك يا بنتي. امين. تاكسي. استنى يا ابني. السلام عليكم. مع السلامه يا حاج. سامي بيه. ازيك يا حاج؟ الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. كلها كانت ضلمه من غيرك. الله يخليك. اهلا يا حاج، منور. نورت بيتك. نورت بيتك. شكرا يا باشا. الف حمد لله على السلامه. ازيك يا حبيبي؟ خلاص يا بنات كفايه. امال امكم فين يا اولاد؟ هتطلعي تنديها يا ام حسن. هي مش كانت معاك يا حاج؟ هي فردوس لسه ما جاتش؟ مش هي معاك من الصبح يا بابا؟ لا دي سابتني هي والسواق من ساعتين وشويه. الله، ما رحت فين؟ هو فين؟ هو فين سليمان؟ فين ابني؟ انتوا عايزين مين؟ انا عايزه سليمان. هو جه امتى؟ بعتوا لنا من الاسم من شويه وقالوا انه جه في حادثه. طب شوف ده كده. هو سليمان حبيبي يا ابني. اسكت يا اما، استنى من عارف ايه اللي جرى له. بس يا ام عمرو ما تصوتيش. على فكره يا جماعه كده غلط. اولا هو كويس ما فيهوش حاجه، هو بس نام من البنت وكل اللي فيه شويه كسور بسيطه. من فضلكم بقى توطوا صوته عشان في مرضى تانيين. حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا.
انت قاعد سليمان؟ ايوه يا ابني انا امه. طمني يا ابني مال وجرى له ايه؟ سليمان كويس ما تقلقوش، هو حالته مش خطيره. الحمد لله الحمد لله. اهم حاجه تعرفوا الست اللي كانت معاه في العربيه. ايوه يا ابني فرطوش هانم مالها. هادو الحاج عامل ايه؟ حالتها ايه دلوقتي؟ طمني يا ابني. رد عم الدكتور. ماما مالها؟ شدوا حيلكم. ماما ماتت رأفت؟ امي ماتت؟ البقاء لله. كانش ده اتفاقنا فردوس. يا رب ارحمها يا رب يا رب، دي اطيب حاجه في الدنيا. يا رب ارحمها. بس يا سلمى ما تعمليش في نفسك كده حبيبتي. بس قومي انزلي تحت. قومي. مش قادره يا رب، مش قادره استحمل. مش هينفع كده، كلنا كنا بنحبها وكلنا خسرناها، بس لازم تجمدي، لازم تمسكي اعصابك عشان الغلبانه دي وعشان خاطر الحاج. انت عارفه انه لسه خارج من عيا. يا رب ارجوك امسكي اعصابك، انزلي اقعدي تحت. يلا. حاضر يا حمد. كلمت الدكتور وزمانه جاي في السكه. دكتور مين؟ الدكتور رأفت اخويا. اه طب كويس، انا كنت هكلم الدكتور العيله بتاعي. لا مفيش داعي، ما تتعبش نفسك. شكر الله سعيكم جميعا. العزاء في السيدة زينب النهاردة إن شاء الله. عزاء إيه اللي في السيدة؟ دي ماما يا بابا. يعني عزاء يبقى في عمر مكر ويحضروا رجال اعمال ووزراء ومندوب من رئاسه الجمهوريه والناس كلها تحضر. العزا في السيده زي ما قال عمك عبد الله. لو عايز تتمنظر انت واخوك بروح عمر مكر. تسليم يا صبري قوم. أيوة. تجيبوا 10 عجول وتذبحوهم تفرقوهم على الحته كلها. مش عايز بيتي بات في الحته الا وهو واكل لقمتها. لا نادر كانت نادرة وما لحقتش توفيه. من هنا ورايح مش هنسيب حضرتك ابدا، وهنفضل معاك ليل نهار. واعمل حسابك يا ماجد، احنا هنعيش هنا في الفيلا مع عمو. عمو ما بيستغناش عن ابراهيم وحسن، وانا كلمت ماما عشان تبعتهم لنا. انا اصلا قاعده لوحدي يا بيكي. امال مديحه فين؟ تعبانة قوي يا عم، بس الصدمة شديدة عليها جدا. صدق يا بابا.
هو مين اللي مصدق يا بنتي؟ قومي يا حبيبتي اغسلي وشك وانزلي استنيني مع اخواتك تحت، عايز اقعد معاكم وانا هغير هدومي وانزل لكم. انا لاممكم يا اولاد دلوقتي عشان عايز اعمل زي امكم الفاتحة على روحها. ولا الضالين امين. انا عارف طبعا ومتاكد ان فردوس الله يرحمها لمتكم وقعدت معاكم وانا راقد ايام في المستشفى، وقدرت تخليكم تعملوا اللي انا ما قدرتش اخليكم تعملوه وانا بكامل صحتي. تقصد يا بابا لما خليتكم تقفوا مكاني في الشغل؟ ويا ترى دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ اكيد حاجه كويسه طبعا انها تخليكم تقفوا تشوفوا اشغالكم، لو كان حصل حاجه وحشه مش ممكن تبقى هي السبب فيها. يا بابا بعد اذنك، ممكن حضرتك تصدق ان احنا ممكن فعلا نبقى كويسين؟ يا ريت يا بابا، انت طول الوقت شايفنا بنغلط. عارف يا بابا عايز تعمل زي ماما الله يرحمها ما كانت بتعمل بالظبط؟ ماما كانت مصدقه ان ولادها احسن ناس. يعني احنا بابا وحضرتك مستعد ان انت تصدق بجد ان احنا ممكن نبقى كويسين وممكن نعمل حاجه صح؟ طبعا يا ابني، منى عيني تبقوا احسن ناس. مفيش بني ادم في الدنيا يا حبايبي ما يحبش عياله يبقوا احسن مني. نفسي تبقوا احسن مني لاني بحبكم. واحنا كمان بنحبك يا بابا. يا بابا انت حنين قوي بس بتغضب مننا بسرعه. اغضب يا بابا زي ما انت عايز، المهم ان احنا نفضل مع بعض. بس ماما ما كانتش بتغضب قوي كده، ماما كان زعلها معانا على خفيف. تفتكر حضرتك هتعوضنا عنها؟ انا عارف يا ثابت انكم بتحبوا امكم قوي، لكن يا ابني مفيش اب يقدر يعوض حنان الام ولا عطفها على عيالها ابدا. هي الام كده، ربنا خلقها كده، وانا لا هعرف اطبطب ولا حايل زيها. احنا كمان يا بابا هنعمل اي حاجه عشان ما تزعلش مننا. صح يا مديحه، المهم يا بابا ان حضرتك ترضى عننا. ربنا يرضى علينا جميعا يا ابني ويصبرنا ويجعل روحها معانا دايما. انا عارف ان انتوا تعبتوا اليومين اللي فاتوا من ساعه ما حصل اللي حصل، عشان كده مش هتكلم معاكم في الشغل الا بعدين. بس احنا اشتغلنا في المجموعه انا وماجد وسمير جوز مديحه. طيب عارف، سيبكوا دلوقتي بس من الشغل وخلينا في قعدتنا دي، عشان انا حاسس ان امكوا معانا. يا ام حسن. امرك يا حاج. احنا بقالنا مده ما كلناش سوا يا ام حسن، حضر لنا لقمه بقى عشان نتعشى. ربع ساعه والعشاء يكون جاهز، ربنا يجعله عامر بيك وبولادك وولاد ولادك قادر يا كريم يا حاج. رشاد. نعم. اتفضل معايا. انا مش فاهم يعني ايه تاخدوني من العمليات قبل الجراحه ما تخلص. ما تقلقش،
الدكاترة اللي جوه بيكملوا عشان يرجعوا الكلية مكانها تاني. كلية ايه اللي هيرجعوا؟ دي بايظة. أنا أعرف كل حاجة بس هدي أعصابك أنت. أستاذ إيه يا مدام رحمة تفضلي معايا. هو في إيه يا مدام رحمة؟ مع السلامة يا دكتور. ما هي الحكاية كده. طيب هنتقابل وهرجع لك تاني وقريب قوي يا مدام. ترجع بألف سلامة. بصراحة مش عارف اقول لك ايه. انت اتصرفتي وكانك ضابط محترف في شغلانتنا، وبرغم انك كنت قلقانه شويه بس قدرت تحافظي على كل تفاصيل الشغل. ربنا يخليك، دي شهاده اعتز بيها. خلاص هشتغل معاكوا بقى. اهلا وسهلا طبعا، ده المباحث تنور. ربنا يخليك. لا لا لا، ده شغلانتكم صعبه قوي قوي، افتح الله ربنا يقويكوا بجد. احنا دايما في خدمه الشعب. يا رب دايما. وانا الحقيقه عايزه اشكر حضرتك تاني لانه انتوا ما كنتوش معايا، بس بجد ما فاتكوش تفاصيل دقيقه قوي وكل حاجه كنتوا عارفينها. عموما الشهاده بتاعتك هي دي اللي خلصت القضيه. ربنا يخليك، ولو اتزنقت في اي قضيه تانيه كلم بس المقدم رحمه. تمام يا فندم. انا واحد من اللي انت خربت بيتهم، بس خلاص الليله هنخلص المشكله دي. انا مش فاهمه حاجه، انت عايز مني ايه؟ انا مستخسر القتل في الوش اللي زي القمر ده، بس اعمل ايه بقى؟ انت اللي جبتي روحك. على فكره انت لو اذيتني البوليس هيقبض عليك حالا، ولو سبتك اللي ورايا مش هيسيبوني في حالي. الحقني يا حمدي بيه. ما تخافيش يا مدام، كلنا حواليك قدامي. تعالى ابراهيم. تعالى هنا. بقول لك تعالى هنا. سلوى مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده. حرام عليك يا سلوى الولد. حرام عليا يا فضيحه، حرام عليا انا ولا حرام علي ماما؟ طب خلاص هدي نفسك. انا ماشيه يا سلوى. استني، ما ينفعش كده. طب يا ريت لو في حاجه نخلصها. ممكن تهدى شويه؟ مديحه فين بابا؟ في المكتب هو وعم عبد الله. ثابت جه؟ جه ومعاه اللي اسمها نهى دي. يعني الكلام طلع صح؟ ايوه، وسلوى متضايقه جدا. عندها حق يا بنتي. يلا يا حاج. ازيك يا سلوى يا بنتي؟ الحمد لله يا عم، الحمد لله. ازيك يا بابا؟ ازيك يا سيدي؟ ايه يا ابني؟ يعني تروح تتجوز من غير ما تشور على حد؟ وكمان جايبها وجاي في وشي كده من غير لا احم ولا دستور؟ هو مش حضرتك قلت كل واحد يجي ومعاه مراته؟ طب ما هي مراتي زي سلوى بالظبط، وكله بشرع ربنا. يعني انت مبسوط كده ورايق لما هنت مراتك وهتخرب بيتك بايدك كل ده عشان ايه؟ شوف يا بابا، جايز سلوى تزعل،
حد تاني يتضايق، لكن انا راجل يعرف ربنا. على الاقل لما بعاشر بعاشر في الحلال، ولما بختار ست بختار ست محترمه. تقصد مين بالكلام ده يا ثابت؟ مش فارقه. ايه يعني ساكتين؟ محدش فتح بقه وقال كلمة. يعني هنقول ايه يا بابا؟ دي املاك حضرتك، حضرتك بقى كتبتها باسم ماما الله يرحمها، باسم اي حد تاني، في الاخر ده ورثك وانت تتصرف فيه زي ما انت عايز. انا عايز اقابل الست فردوس لو سمحت. خير. عبد الفتاح زغلول، موظف الشهر العقاري يا فندم. افتكرتك، انت اللي جيتني المستشفى. هات الورق اللي معاك. لا ما ينفعش يا حاج، الورق ده يخص الست فردوس شخصيا. الحاجه فردوس تعيش انت؟ معقوله؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف. الباقيه في حياتك يا فندم. حياتك الباقيه شكر الله سعيك. سلمني الورق. لا يا فندم، الورق ده ما ينفعش ان انا اديه لحضرتك، ده ورق مهم، ورق املاك ومشروعات واصول بمئات الملايين. المفروض دلوقتي ان انا اسلم الورق للورثة. واحنا الورثة؟ هات وريني العقود دي. ورثة ايه؟ وعقود ايه اللي انت عايز تاخدها يا ماجد؟ دي كلها املاك بابا، واحنا متنازلين له عنها من دلوقتي حالا، مش ده كلامكم؟ لو سمحت يا مديحة، مش عايزين تسرب. هات يا استاذ الورق، انا برضو من الورثة. ايوه حضرتك، كل اللي قدامك دول الورثة، بعد اذنك ادينا الورق. ماجد، ثابت، الراجل ده يدي لبابا الورق دلوقتي حالا. طب ليه بقى الكلام المتسرع ده؟ ما نستلمه احنا كمان. هو مين فينا اللي متسرع؟ انتوا كده غيرتوا كلامكم، ولا انتوا مالكوش كلمه؟ ما تزعقيش، احنا اخواتك الكبار. من غير خناق، الراجل ده ممكن يسلم العقود لبابا ما فيهاش حاجه، ما هو بابا برضه من الورثه. بابا مش من الورثه، بابا صاحب الحق في كل حاجه. ومن حقنا احنا كمان، احنا اولاده، اولاد المرحوم الله يرحمه. يا استاذ الفاضل، بقول لك احنا اولادها فاحنا الورثه، خلينا نشوف العقود بعدين. بقول لك ايه تاني؟ يعني بنقول لك هات الورق فيه ايه؟ يا ثابت صلي على النبي بالراحه، احنا الورثه. عايز ايه تاني؟ بالراحه افهم بس بالحكي الشرط. انا عايز الورثه، خلاص قلنا لك هم الورثه. ايه تاني؟ ما احنا قلنا لك يا سيدي. قلت لك براحه ثانيه واحده، احنا اولادها والله يا حبيبي. انت مش قلت مش هدي الورق للورثه؟ ما احنا الورثه اهو. فاهمك ازاي؟ بقول لحضرتك احنا اولادها. عايز ايه تاني؟ اه يا عبد الله، شفت بنفسك وفهمت عيالي حصل لهم ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا يا استاذ. احنا اصحاب حق اكتر من اي حد، ومحدش بقى يضحك علينا ويبلفنا ويقول لنا بابا وماما. ليه يا ثابت؟ ليه؟ ما هو بابا اصلا هو اللي جايبنا هنا عشان يقول لنا على كل حاجه، مين قال انه هيضحك علينا؟ بابا قال لنا لان الموضوع خرج من ايديه، وكده كده كنا هنعرف، ولولا كده ما كانش قال. ثابت لو سمحت ما تقولش كده. أنا عايز حقي ودلوقتي. ما كل واحد ياخد حقه بقى ونخلص. بس لازم إعلام وراثة. مش مشكلة، عمو ليه الربع، والتلات أرباع يتقسموا على ماجد وثابت ومعاهم مديحة. إعلام وراثة إيه؟ وتلات أرباع وربع؟ وأنتوا هتورثوا بابا وهو حي؟ وأنتِ مالك أنتِ؟ إيه علاقتك بالكلام ده كله؟ أنت فعلاً بني آدم ما عندكش ذرة إحساس. ما هو اللي يبيع أهله علشان وسخته وقرفه، فعلاً أنا ماليش علاقة بيك. إيه يا ثابت؟ ما تيجي يا سلوى. انتوا كده هتوقعوا، ده لسه يا دوبك قايم من العيل، حرام عليكم. واحنا عملنا ايه ده كله؟ والله ما انتوا حاسين انتوا بتعملوا ايه؟ نسيتوا كل اللي بابا عمله عشانكم اول ما شفتوا شويه فلوس؟ مش ممكن الحاج يتعمل معاه كده. مش قادرين تستنوا لحد ما الحاج يقف على رجليه؟ انتوا لا يمكن تكونوا بني ادمين ابدا. اطلعي انت منها يا سلوى. سيبنا لك الادميه انت. ممكن تهدى يا ثابت بعد اذنك، واهدي انت كمان يا سلوى. وادي يا حبيبتي، اهدوا كلكم يا جماعه. يا جماعه احنا كده كده عايزين ايه؟ عايزين بابا يستريح. خلاص يبقى نقعد معاه ونتكلم، ولو عايز يشتغل يشتغل. ولا يا ساب؟
هنا فتح الباب زي ما انتوا عارفين، هربت بره مصر هي وكل رجالتها. ما فضلش من القضايا دي غير انا وسمير الدرملي. طبعا ما كانت كاتبه كل المشاريع الوهميه باسمه. سمير طلب يشهد قدام النائب العام وبرأني. ما فضليش غير تهمه التربح اللي خدت عليها سنه. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. والمجموعه اخبارها ايه؟ لسه في مصانع ولا كله اتباع؟ لولا عمك الحاج فتحي كرامه كان كله راح. الراجل كان بيشتري لحسابي كل حاجه، حتى الناس التانيه اللي اشترت راح لهم وفهمهم ايه الوضع. تقريبا حسابت كل حاجه رجعت بسيط اول اللي راح. ما فضلش بس غير مشاكل بتاعه اقساط البنوك وتسديد بقيه الفلوس للحاج كرامه وبقيه التجار. الحمد لله احسن. انا ما كنتش بنام الليل وانا عارف ان السبب في ضياع ورث اخواتي. خلاص خلاص، اللي حصل حصل، اظن كلنا اتعلمنا منه كتير. مش لازم نفكر فيه، لازم نبص لقدام. وبرضه كل اللي انتوا عايزينه هعمله لكم. انا مش عايز حاجه يا بابا، كفايه ان حضرتك لسه واثق فيا ومش هغني في المجموعه. بس انا ليا طلب واحد، مراتي وعيالي. مراتك وعيالك مسؤوليتي يا سابق. انا عايز ارجع لهم يا بابا. ابوس ايدك، انا عايز ارجع لهم. ان شاء الله ترجع لهم يا حبيبي، ان شاء الله. ارسم تيتا ولا اعمل بحر؟ لا تيتا. تيتا تيتا، انا عملت دي بطه ودي سمكه، عايز ايه تاني؟ حسن وريني كده بترسم ايه. سلوى ممكن اتكلم معاك شويه؟ خلاص يا ثابت، ما بقاش في بينا كلام. متاكده؟ طبعا متاكده. ولو قلتلك علشان خاطري برضه هترفضي؟ خلاص يا استاذ ثابت، ما بقاش في بينا خواطر. معقوله سلوى هي اللي بتقول الكلام ده؟ وبعدين ايه حكايه استاذ دي؟ كنت منتظر ايه بعد اللي حصل ما بينا؟ بس انا عارف انك بتحبيني. حتى ده ما بقتش متاكده منه. الحب مات. ممكن نحييه من اول وجديد. تفتكر ده سهل يا ثابت؟ طول ما في بينا ابراهيم وحسن يبقى سهل، لانهم حته مني وحته منك. اللي بتفكر فيه صعب قوي يا ثابت. يا سلوى انا اتغيرت، ما بقتش ثابت اللي كنت تعرفيه. انا كمان اتغيرت، ما بقتش سلوى اللي ممكن يضحك عليها بكلمتين. انا عارف اني غلطت في حقك وبعتذر عن كل اساءه كنت السبب فيها. هتعتذر عن ايه ولا ايه؟ اغفري وسامحي، ده ربنا بيسامح. بس انا بشر. صدقيني انا اتغيرت، واللي حصل ده كان اختبار من ربنا علشان اعرف قيمتك واصلح غلطي معاكي. انت عايز ايه يا ثابت؟ عايز ارجع لك تاني. بس انا مش عايزه. حرام عليكي، ايه اللي بتعمليه معايا ده؟ وكمان عرفت الحلال والحرام؟ لو ما رديتيش عليا دلوقتي هموت نفسي. معقولة؟ وهتهون عليك نفسك؟ زي ما انا هنت عليكي. انت اللي عملت في نفسك كده. وعلى العموم يعني لو عايز ترجع اطلبني من بابا. انت مش ابوكي مات؟ ولا قصدك الاستاذ فؤاد؟ بابا الحاج ابراهيم الطيب. ما هو موافق. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. يا حاج. اهلا 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 اهلا. السلام عليكم. ازيك يا ابراهيم؟ ازيك حاج عبد الله؟ ازيك؟ ازيك يا الحمد لله يا سلام. اتفضل. اه
يا سيدي انا جاي لك النهارده ومعايا ضيوف اللي كانوا عندي، ابننا ثابت وماجد. وثابت بقى جاي واقع في عرضك، عايزك تتجوز الست الكريمه سلوى هاني. قلت لهم ناخد معانا الحاج عبد الله، والحاج ابراهيم ما بيردش كلمه للحاج عبد الله ابدا. طلع ان الحاج عبد الله ليه طلب عند الحاج ابراهيم، قلت اجيب المأذون ونجيلك عشان احنا مستعجلين شويه. قلت ايه يا حاج ابراهيم؟ مفيش قول بعد قولك يا حاج فتحي، بس متهيألي برضه نسأل صاحبة الشقة العروسة. يعني العريس ده ابن حلال مقصر وكل جواد ليه كابوة. صحيح هو واد شقي شوية بس عفى الله عما سلف. ها قلت ايه يا سلوى هاني؟ يلا يا عم احمد جهز ورقك واكتبني انا والحاج عبد الله شهود على العقد. بس انا عرفت انكم كتبتوا كتابكم مجنتين قبل كده، اعملوا حسابكم دي اخر مره، فاهمين؟ الطلب التالت بقى، المثل بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، وانا عايز اخطب ابنك ماجد لبنتي هدى. يا سلام، يلا بقى نقرا الفاتحه على كده.